أعزائي المشاهدين، أهلا بكم معنا وهذا اللقاء المتجدد على الهواء مباشرة من برنامجكم من الجاني. عاوز أتكلم في نقطة قبل ما أبدأ فقراتنا المهمة وتقاريرنا الهامة جدا والمأساوية الحقيقة. النهاردة الساعة 2 الظهر كده جالي تليفون، اتصال تليفوني من ماجد، اسمه ماجد عيد عصر. ماجد عيد عصر ده طالب في كلية حاسبات ومعلومات أعتقد. كلمني وقال لي انا جبت رقمك واتصل بحضرتك وبستغيث بيك. هو من ديار بنجم محافظة الشرقية. ماجد كان في حالة، انا حسيت ان هو في حالة صعبة جدا. الحقنا في ايه؟ والده رجل عنده حوالي 63 او 64 سنة، جات له بعيد عنكم اشتباه في جلطة في المخ. المفروض بيروح مستشفى الزقازيق التعليمي او مستشفى الزقازيق العام. راح مستشفى الزقازيق العام، حولوه على مستشفى الزقازيق الجامعي عشان ما عندهمش سرير في غرفة العناية المركزة. لما راح مستشفى بنها الجامعي حولوه على المنصورة عشان ما عندهمش سرير في غرفة العناية المركزة. راح المنصورة حولوه على طنطا عشان خاطر برضو ما عندهمش سرير في غرفة العناية المركزة. للأسف الشديد يعني. المهم يا جماعة، وهو بيتكلم في حالة صعبة جدا. وقف خلاص مش قادر يروح أي مكان، مش قادر يروح أي مكان. هما بيقولوا طبعا في اتصالات، خلينا ناخد اتصالات بعد الانترو إن شاء الله يا جماعة. يعني طبعا الأستاذ عبد الحميد مشكورا بيقول لي في اتصالات، خلينا ناخد الاتصالات بعد الانترو. هكمل لكم حكاية ماجد. طبعا راح اتخرج من الزقازيق، راح على طنطا، خرج من طنطا، راح على المنصوره، وقف في المنصوره خلاص قال له مفيش سرير في عنايه مركزه خالص. بدات انا طبعا كلمني بعد، يعني هو طبعا فشل لمده 3 ساعات او 4 ساعات مشاوير بقى من الزقازيق للمنصوره ومن المنصوره لطنطا. فبدات اعمل اتصالات الحقيقه بالدكتور عبد الحميد اباظه مساعد وزير الصحه، الراجل مشكورا قال انا وفرت لك مكان في دار الشفا في القاهره. لقيته ما اتصلش عليا تاني، فطلبته انا، قلت له استاذ ماجد ممكن تيجي على دار الشفا في القاهره، جبت لك سرير في العنايه المركزه. لقيته في حاله ارساله وبيعيط وبيبكي بكاء شديد وبيقول العوض على الله ابوه مات. قلت له طبعا انا ما اعرفوش، هو جاب رقمي ما اعرفش منين، ممكن من على الجروب. قلت له البقاء لله وربنا يصبرك. كم مصري مصر البلد. عدنا بعد الفاصل وبنعتذر لكم على هذه المقاطعة. الحلقة دي اصلا عارف ان هي مبصوص فيها الحقيقة. كنا بنصور امبارح في كفر الشيخ، فتهديدات بقى شغالة من امبارح على الكل، مش على اهالي كفر الشيخ بس في تسوق قرية ابتو، لا ده على الجميع يعني. عموما خلينا في الموضوع اللي انا بكلمكم فيه الاول وبعدين اقول لكم تفاصيل كفر الشيخ. ماجد عيد لما كلمني يا جماعة، زي ما قلت لكم اللفة اللي لفاها دي اللي ما كانش معايا من الاول، عيد باختصار شديد، والده والعياذ بالله ربنا يكفيكم كلكم الشر، جات له اشتباه في غيبوبه في المخ. راح مستشفى الزقازيق قالوا له مفيش مكان، محتاج طبعا عنايه مركزه، جلس نفسه حولوه على الزقازيق الجامعي مفيش مكان، راح المنصوره مفيش مكان. شوفوا بقى المسافه من الزقازيق للمنصوره ومن المنصوره لطنطا قد ايه. لما كلمني بعد طبعا ما فشل تماما وقال لي خلاص انا مش لاقي حاجه، وان ابوه بيموت وهو تحت ايده هيعمل ايه؟ مرة تانية بشكر الدكتور عبد الحميد أوزن انه يعني إلى حد ما وفر لي مكان في دار الشفاء، بنكلمه وبنتواصل معاه. طبعا قال إن والده تعيش انتو يعني توفى. السؤال، كم واحد في مصر، في محافظات مصر كده لما نيجي نحسبها من اسكندرية لأسوان بيتعرض للموقف ده؟ كتير قوي كتير قوي كتير قوي بيتعرضوا لده. اي حد في الدنيا معرض ان لا قدر الله حد من اسرته، والده والدته عمه خاله جده جدته، يجي لهم والعياذ بالله غيبوبه، اي حاجه اشتباه في اي شيء، يبقى محتاج عن المهم يبقى محتاج عنايه مركزه. مفيش غرف سراير في وحدات العنايه المركزه في المستشفيات الحكوميه بالذمه. الشاب ده اللي هو طالب في كليه حاسبات ومعلومات اللي ابوه مات بسبب انه مش لاقي سرير في غرفة عناية مركزة، هيحب مصر ازاي؟
بالله عليك، هيحب مصر ازاي؟ هل اللي حصل لابوه قدامه ده هيروح من دماغه طول العمر؟ لا طبعا، هو شاب لسه في مقتبله، استحالة استحالة. هيفضل لحد ما يتجوز ويبقى عنده اولاد هيفتكر ده، ان والده مات في سيارة الاسعاف عشان كل مستشفى تحوله على المستشفى التانية. مع ان ايه، خدوا بالكم، المفروض يخش ده قانونا قانونا، عشان ايه قانونا الحالة تخش المستشفى، المستشفى هي المسؤولة، المسؤولة مسؤولية كاملة عن الحالة، هي اللي توفر له عناية مركزة، وهي اللي هي اللي تبحث. يا راجل يعني اقسم بالله، من المفروض حتى المفروض، انما دي لا آدمية، الدكاترة في استقبال المستشفى زي مش لاقيين عناية مركزة يتصلوا، هم ممكن كمستشفيات يتصلوا ببعض، عندك سرير عناية مركزة يتصل بده، انما لا امشي ما عندناش، مش ممكن. المنظومة الصحية في مصر بايظة. بصوا يا جماعة، أنا هقولها لكم بصراحة، الحكومة اللي بعد 30/6، بعد ثورة 30 يونيو، دي حكومة مدعمة، وهناك مبالغ مالية كبيرة جدا جدا حصلت على أجهزة الدولة، 30 مليار جنيه منهم، أنا ما أعرفش المبلغ بالظبط عشان أكون صريح معاكم، اللي جه لوزارة الصحة، دعم لوزارة الصحة. إنما ما إحنا حسينا بحاجة؟ حسينا إن الصحة بقت كويسة؟ إحنا أسوأ حاجة عندنا الصحة، أسوأ حاجة عندنا الصحة. وزيرة الصحة كل يوم نسمع الدكتورة مها الرباط، كل يوم نسمع ان هي راح تفتتح مش عارف حضانه في مستشفى ايه، راح تفتتح ايه، والناس الغلابه مش حاسين بحاجه. لما جيت ابحث بقى النهارده ايه قصه الدكتوره، حاولت اتواصل مع مكتب دكتوره مها الرباط، ده في مأموريه، ده يا دوبك اللي اتصلت معاه الدكتور عبد الحميد اباظه، دكتوره مشغوله، مشغوله في ايه ما نعرفش. فجيت ابحث لقيت دكتوره مها الرباط، انا ما بغلطش في شخصها ولكن بقول كفكرها ورؤيها، ليس لها فكر وليس لها رؤيه. ليه بقى؟ دكتوره مها الرباط هي دكتوره تغذيه اعتقد، وجات ازاي بقى؟ دكتوره مها الرباط وزيره الصحه الفاضله هي صديقه زوجه الدكتور حازم الببلاوي رئيس وزرائنا الفاضل. كنا بنعيب على احمد نظيف وبنقول ازاي جايب احمد المغربي ووزير الاسكان، وجايب جرانه زهير جرانه وزير السياحه، ودول قرايب ولاد خاله، كلكم طبعا سمعتوا الموضوع ده. بعد الثورة، ده الكلام ده كان قبل الثورة ماشي، ما كانش فيه عيب، لكن بعد الثورة صديقة زوجة الببلاوي جت وزيرة صحة. وزير الصحة أو وزيرة الصحة يجب أن يكون لديه فكر، لديه رؤية في تطوير المنظومة الصحية في مصر، وده مش بنلاقيه خالص. أقسم بالله الغلبان ما بيلاقي علاج، بيروح المستشفى الحكومية، هل معاه فلوس إن هو يروح؟ ما أنت لما يروح مستشفى خاص، هو الولد ده ماجد اللي انا ما شفتوش وما اعرفوش، اللي كلمني النهارده ده وكان بيستغيث بيا، ما راحش مستشفى خاص ليه؟ لما راح المستشفى انا كلمته واطمنت عليه بعد كده، يمكن قبل ما التقي بيكم على الهواء مباشره، كلمته وقلت له البقاء لله وبتاعه، وكان بيجهزه عشان دفنه والده بعد العشاء، او اعتقد كانوا دفنوه. اللي عاوز اقوله لكم، اللي زي ماجد ده ما يوديش ابوه ليه مستشفى خاص، لا، لما راح مستشفى خاص في الزقازيق قالوا له ادفع تحت الحساب 3000 جنيه وهو ما معهوش 100 جنيه. يعني الغلبان في هذا الزمن لا لاقي ياكل ولا لاقي يشرب ولا لاقي مستشفى يتعالج فيها. عوضنا على الله، اقسم بالله انا كنت في ايطاليا في شهر 9، دخلت احدى المستشفيات في ميلانو. لما دخلت زياره مع الوفد هناك، انا دخلت وخلصت الزياره وخرجت على حسب ان هي مستشفى خاصه، لا، قالوا مستشفى حكوميه بتتعالج بكارنيه كده ليك ايه كفه، وبسم الله ما شاء الله. وفي الامارات برضو، في سنغافوره، كل الدول اللي انا بقول لكم رحتها وشفت الصحه هناك، اقل حاجه علاج، ما فيش اهم من صحه الانسان. لكن احنا في مصر هنا صحه الانسان ده ممكن تموت في الاستقبال، ما فيش مشكله، يعني تموت في الاستقبال، دم البني ادم المصري رخيص، احنا خدنا على كده، احنا خدنا على كده. هذه الحكومه يجب تغييرها فورا. طب وزيره الصحه، خلينا ماشي، مش بتكلم على الوزارات التانية، لكن وزيرة الصحة دي ايه اللي عملته؟ ايه اللي طورته؟ انا قعدت والله ما بيني وما بين نفسي، ايه اللي عملته؟ ما عملتش حاجة. جالك دعم وديتيه فين؟ ما بقولش انكم كوزارة صحة خدتوه في جيبكم، لكن استغلتوه في ايه؟ ده انت لو قعدت عملت اجتماع بكل وكلاء وزارة الصحة في المحافظات وتقولي كده تنبهي عليهم، انا بتكلم بالبلدي اهو،
تنبه عليهم ان اي حاله تخش المستشفى يجب التنسيق. ماشي، ممكن ما يكونش عندي مكان مثلا في مستشفى الزقازيق الجامعي او مستشفى الزقازيق التعليمي، ممكن تنسق مع مستشفى تانية، المهم الحاله ما تخرجش من المستشفى غير لما يكون لها مكان، مش يقولوا لا ما عندناش مكان روح المكان ده. بيحصل كتير قوي، الواحد مش عارف يقول ايه، حسبي الله ونعم الوكيل. والله اول فقره معانا القبض على 15 شخص، عددهم بالظبط 15 في احداث المنصوره المؤسفه امبارح. للاسف شديد حاجه محزنه ومؤسفه، مش عارف بقى مين اللي غلطان ولا مين الصح، ولكن هو بقى شيء محزن ومؤسف بكل المقاييس ان هم يذبحوا سواء مهما عمل هذا السائق اذا كان مخطئ حتى على الاقل، وان كان بيعمل لهم اشاره السيسي ولا اشاره ايه ده، احنا زهقنا من الاشارات والكلام الفاضي ده. شايفين عاملين فيه ايه؟ ذابحينه وطعنينه طعنات في انحاء الجسد. القصة الحقيقية يا جماعة، هذا السائق ده سواق تاكسي على باب الله في شارع اسمه شارع عمر بن الخطاب في المنصورة قدام مصر طيران، معدي واخد زبون موصله مشوار او مكان، ففي مظاهرة من الاخوان المسلمين معدية، فهم عاملين علامة رابعة وهو بيعمل لهم كده ومعلق صورة السيسي، خدوه وذبحوه. التعامل بعنف وبشدة بشكل غير، انا مش عاوزك اتكلم في السياسه عشان ما يتحرقش دمي واحرق دمكم، اكيد انتم محروق دمكم من البرامج الثانيه وما اكثر البرامج السياسيه والضيوف الثابته، الخبير الاقتصادي والخبير القانوني، اكيد زهقتم من الكلام، فانا مش هدوش دماغكم بالسياسه، ولكن انا بتكلم كبرنامج حوادث، ليه حده العنف زادت بهذا الشكل الفج يعني. النهارده الطريق كان في اكتوبر، واحنا جايين النهارده اكتوبر كان متوقف تماما، والسبب ايه؟ المظاهرات ايضا. امتى هننتهي من المظاهرات؟ خدوا بالكم الناس بتطلع لسانها للحكومه، يعني انتوا عملتوا قانون تظاهر مش هننفذ قانون التظاهر. ليه؟ عشان وزاره الداخليه وزاره ضعيفه. مش متمثله في وزاره الداخليه، لا متمثله في وزير الداخليه. هو شخصه ايضا شخص محترم، ولكن مفيش تعامل بحزم. مش بقول برضو انه ينزل يكسر ويضرب، لا احنا عاوزين فكر وعاوزين رؤيه. ده على فكره الفيديو احنا مصورينه، ساجد مصوره بالموبايل بتاعه المعد واحنا جايين القناه، الطريق متوقف تماما. يعني احنا نفسنا هو عاوزين نيجي مثلا الاستوديو عشان نطلع على البرنامج بتاعنا بنتعطل، وكل الناس بتتعطل بسبب هذه المظاهرات اللي انتم بتشوفوها. النهارده القاهره واقفه في مظاهرات كتيره جدا، لكن المظاهره اللي انتم شايفينها دي قدامكم في اكتوبر. حد امتى بقى هنظل في مظاهرات والناس توقف الطرق؟ مش عارف، قانون التظاهر ولا ينفذ، مفيش اي حاجه. انا عاوز بس انوه على حاجه قبل ما ابدا باقي الفقرات. انا ما كنتش عاوز العنف يوصل للمدارس، لكن النهارده العنف وصل للمدارس. في مدرسه ثانوي ازهري، الطالبات للاسف الشديد الطالبات اتعدوا على مدرسه وضربوها ضرب مبرح. دول متربيين، انا عارف البعض هيختلف معايا، وممكن اهل التلميذات دول ولا الطالبات دول يشتموني ويسبوني، لكن دول متربيين لما تتعدى على مدرسه مهما كانت، حتى لو مدرسه اخطات تتعدى عليها، هل ينفع؟ الفيديو قدامكم هتشوفوه دلوقتي، ينفع ان الطالبات، شايفين ده الفيديو اللي قدامكم، دول طالبات مدرسه ثانوي، شايفين عاملين في المدرسه بتاعتهم ايه؟ قله ادب، ما بقاش فيه ادب، شايفين عاملين فيها ايه؟ والتانيه بتصور، بتصوري على ايه؟ ما اعرفش. ادي الطالبات، شغل مسجلين مش طالبات. اتفضلوا يا جماعه، شايفين الفيديو بيعملوا في المدرسة بتاعتهم ايه؟ الاسباب مهما كانت الاسباب ومهما كانت الدوافع، هما بيقولوا محضر الشرطة بيقول عشان هي مسيبة شعرها وهم ملتزمين، كلام فاضي كله لم نعتاده من قبل يعني. القضية الشهيرة قضية عبد الصمد الفيوم اللي تم قتله على يد زوجته وللأسف شديد يعني وعاشقها، هذه القضية الشهيرة صورناها امبارح في كفر الشيخ، ما زالت التهديدات مستمرة، مش عاوزين نتكلم فيها عشان ما ندهمش اكتر من حجمهم، لان انت لما تقول ان احنا تهددنا يبقى انت بتدي الطرف الثاني اللي هم المتهمين اكتر من حجمهم. طبعا احنا نزلنا صورنا امبارح في مديرية امن كفر الشيخ، وصورنا في مركز شرطة سوق الحقيقة مع رجال المباحث، وهتشوفوا قبل نهاية الحلقة اعلان تفصيلي لهذه القضية اللي هتتعرض بالتفاصيل كاملة يوم السبت اللي جاي. قرية ابتو دي احنا نزلناها امبارح، دي تابعة لمركز دسوق محافظة كفر الشيخ، من القرى الهادئة، ناسها ناس طيبين ومحترمين الحقيقة. هذه الظاهرة مش هنقول عليها ظاهرة زي ما الصحف كتبت، ولكن ممكن نقول حالة فردية، الزوجة قتلت زوجها بكل وحشية، لما توهمه تقول له ان انت عندك سحر يا عبد الصمد
ولازم تروح عند المقابر والشيخ اداني لك ميه موارد عشان ترشها عند المقابر، وتتفق مع عشيقها انه يستنى زوجها عند المقابر وبعدين يطلق الرصاص عليه. ده نقول عليها ايه؟ سامحوني في هذا اللفظ، فجور ما بعد فجور. انا اسف اسف، انا ما اعتدتش ان انا اقول الفاظ زي كده، ولكن القريه هي العادات، والقريه هي التقاليد، والقريه هي الترابط. لما سيده تتجرد من كل مشاعر الرحمه والانسانيه وتقتل زوجها بهذا الشكل نقول عليها كده. طبعا احنا كنا متجهين، احنا صورنا الحمد لله قضيه يعني شامله من رجال البحث الجنائي باهل المجني عليهم، دفاع المتهمين المتهمه وعاشقها، كانوا واقفين طبعا قدام سجن فوة، هي محبوسه في سجن فوة، كانوا خايفين طبعا ان احنا نروح نصور معاهم، ولكن احنا معانا الاعترافات، ما بنجبرش حد على الاعتراف. في شخص اتكلم معانا واحنا عند المقابر امبارح في مسرح الجريمه، هددوه امبارح واحنا رسائل كده على الخاص، تهديدات رسائل كتير قوي، لو في وقت اقراها لكم على الخاص بتاعنا على المستوى الشخصي، لو زعت القضيه مش عارف ايه، الكلام كله فاضي. انا مش هديهم يعني، مش هتكلم في هذا الموضوع، موضوع التهديد، عشان ما ندهمش اكتر من حجمهم، وبنقول لهم على الهواء مباشره هذه القضيه هتذاع بالتفاصيل الكامله يوم السبت اللي جاي. وعلى فكره بقى، عبد الصمد الله يرحمه والدته متوفيه، والده متوفي ملوش حد غير عماته سيدات واخواته البنات، وهو وحيد على 4 بنات، عنده طفلين محمد وزياد 4 سنين و5 سنين. هذه الزوجه ما صعبش عليها الاولاد؟ انتوا عارفين الضحيه مين في القضيه دي يا جماعه؟ ضحيه الاولاد. احنا شفنا والله بكينا امبارح لما شفنا محمد وزياد 4 سنين و5 سنين، طب هيقعدوا مع مين؟ مين هيربيهم؟ مين هيتولى امرهم؟ ماشي ممكن ولاد عمامهم ولا عمتهم ولا، ولكن مش هيكونوا احن عليهم، مع احترامي وتقديري للجميع طبعا، زي والدهم والدتهم. الاطفال دول يا جماعه محتاجين الى اعاده هيكله. انا على المستوى الشخصي وفريق العمل كله تعاطفنا مع هذه القضيه، عشان كده انا بوعد كل اهالي قبطه القضيه دي هنتابعها للنهايه ان شاء الله باذن الله وما يقلقوش. طبعا بشاير التهديدات بانت من الاكونت، في الاكونت بتاعي انا لقيت بعض اصحابي وزملائي بيكلموني يوم السبت اللي فات بالليل، بيقولوا لي انا كنت في عربيتي، ده النصاب اللي هو خد الاكونت بتاعي، وده ده هو طبعا الصوره احنا جبناها بمصادرنا الحقيقه، نجحت شروق اللي هي ادمن الجروب مع ادهم، الحقيقه ادهم هيكل المعد بتاعنا مع ساجد، ده صوره الولد اللي هو حط صورتي وبيتكلم الناس على انه انا. للاسف شديد اللي حصل بالظبط ان انا لقيت ناس بيكلموني يوم السبت بالليل بيقولوا لي ايه يا نجم احنا هنتقابل امتى مش عارف ايه، انا ما اتفقتش مع حد. لقيت واحده بتكلمني تاني سيده بتقول لي انا كلمت حضرتك على الفيس، اجي لحضرتك المكتب امتى ولا اهو؟ قلت لها ما اتفقتش مع حد. البي بقى نزل لي اعلان تاني يا ساجد، معلش يا زهر حميد، البي بقى راح شال صورته وحط صورتي وكتب الاعلامي احمد بدوي، ودخل مع الناس بيكلمهم على ان انا، حرام عليك يا راجل انت بتضحك على الناس الغلابه ليه؟ على الفيس. الحمد لله احنا كشفناه في ساعتها، يعني الحمد لله بفضل ربنا كشفناه في ساعتها. انا بشكر الاستاذ سيد المصري رئيس تحرير جريده ابناء النيل، انا بشكره هو اللي كاتب الخبر ده، على فكره ده خبر منشور في جريده ابناء النيل الالكترونيه، بشكره الحقيقه. انا ما رضيتش اعمل بلبله بقى، يعني اصحابنا كانوا هينشروا في الصحف المختلفه، ما رضيتش الحقيقه، قلت الم الامور عشان الولد ده ما يتاذيش، انا ما اعرفش اسمه ايه بصراحه. ادي صورته طبعا، والاكونت اللي تحت ده بتاع الاصلي اللي تحت ده، رب استرني فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض، ده بتاعي انا الشخصي، ده بتاعي اللي انا بتواصل فيه، مش كاتب فيه الاعلامي احمد بدوي، وكاتب فيه احمد بدوي. النصاب اللي قدامكم ده اللي كتب الاعلامي احمد بدوي، وداخل بيرد على الناس باسمي وبيتعامل مع الناس باسمي، وطبعا هو داخل دلوقتي بيقدم اعتذارات. كلموني الحقيقه الرائد احمد عاصي صديقي واخويا العزيز في مباحث الاتصالات ومباحث التليفونات، كلموني لما عرفوا قالوا لي اعمل مذكره ونجيبه ونعرضه على النبي ويتحبس. انا طبعا رفضت، ما تعودش ان انا اذي حد، بقول له الله يسهل لك، ولكن مش عاوز حد يا جماعه يستغل اي حد، ما ينفعش ان انت، طب انت هتضحك على الناس ليه؟ حرام عليك، يعني انت مستغل صورتي وبتكلمهم على ان انت احمد بدوي ليه؟ وهذا الشخص اللي شككني ان هو من منطقه تبع كفر الشيخ، هنحدد مكانه فين بالظبط. طبعا بيقدم اعتذارات وبتاع والكلام ده كله، دخل على الجروب اعذروني وانا اسف وبتاع، لكن انا بقول له على الهوا احنا ربنا بيسامح، فاحنا سامحناك، ولكن نتمنى وندعو لنا ربنا يهديك وما تستغلش حد تاني. يعني
احنا كنا عرضنا في الحلقه الماضيه مشكله للصرف الصحي في قريه برشوم، وقلنا الحقيقه اي حد عنده مشكله او ازمه او قضيه او جريمه او استغاثه يبعتها لنا على جروب مان الجاني على الفيسبوك، ودي الصفحه الرئيسيه اللي انا بتعامل مع المشاهدين فيها، جروب مان الجاني على الفيسبوك. ادمن الجروب، ادمن الجروب شروق الشمس وادهم مهدي ادهم هيكل وانا وساجد المجموعه بتوعنا فقط لا غير يا جماعه، ده الجروب. ويا ريت يا ساجد تبقى تحط للمشاهدين على الشاشه التواصل الرسمي معاهم. المهم الحقيقه تواصل معايا المهندس مصطفى مجاد رئيس شركه الميه والصرف الصحي، وقال ان هو هيدرج القريه، ودي بشره كويسه جدا لاهالي القريه وبشكرها، وبشكر الحقيقه رئيس شركه الميه انه استجاب. مستنيين بس الشباب في برشوم يجيبوا لنا المذكره عشان نمديها لسعادتهم. يعني مشكله جديده بقى بعتوها لنا على الجروب، دي في قريه في منطقه اسيم محافظه الجيزه. احنا طبعا ما تواصلناش معاهم، فيش اتصالات، ولكن هم بعتوا لنا على جروب مان الجاني على الفيسبوك. عندهم ايضا القريه او المنطقه عندهم بتغرق في مياه الصرف الصحي، وبتهددهم ان المياه الجوفيه تسببت في شروخ في المنازل للاسف. يعني اسيم دي في محافظه الجيزه، شايفين يا جماعه؟ يعني اهالي برشوم لو شافوا المنظر ده يقولوا احنا نحمد ربنا. شايفين يا جماعه؟ ده في وسط بيوت، دي فين؟ في اسيم محافظة الجيزة. يعني البيوت دي هتقع، المياه دي بتسبب فشل كلوي، بتسبب تيفوت، بتسبب امراض. اين الدكتور علي عبد الرحمن محافظ الجيزة؟ نتمنى ان شاء الله ان تكون الاستجابة لاهالي اسيم. بنشكر اللي بعت لنا الصور ديت، دي استغاثة من احد المواطنين او بعض المواطنين. شايفين يا جماعة دي اكتر من صورة في اسيم محافظة الجيزة للاسف الشديد. يعني طيب انا قلت ايضا اي حد عنده ابن متغيب او مختطفين، في ناس يبعتوا لنا على الجروب صور، ودي خدمه مجانيه عشان ما حدش ينصب عليك، دي خدمه مجانيه بيقدمها برنامج مجاني. الصورتين اللي معانا مختطفين او اختفوا في ظروف غامضه، طبعا هنحط ارقام تليفوناتهم للتعرف عليهم. عندنا اول صوره باسم اسراء خالد النبوي، اسراء خالد النبوي دي من محافظه الدقهليه، الصوره هتكون امامكم على الشاشه. اسراء خالد النبوي دي من قريه اتميده ميت غمر محافظه الدقهليه، دي مخطوفة أتميدة ميت غمر محافظة الدقهلية. 012-7256. إسراء دي على فكرة هي من قرية أتميدة ميت غمر دقهلية، لكنها مخطوفة في اسكندرية، اللي خاطفينها في اسكندرية وبيطالبوا أسرتها وطالبين فدية. يا ريت يا جماعة نركز في الصورة دي، إسراء خالد النبوي 14 سنة قرية أتميدة ميت غمر محافظة الدقهلية. الموبايل موبايل أسرتها 012-7256-5789 و012-8340-13-47. طبعا انتوا عارفين عصابات الخطف اللي بيخطفوا الابناء او الفتيات او السيدات او الرجال. الخطف دلوقتي ما بقاش يعرف كبير ولا صغير، فتاه ولا رجل، شاب ولا طفل، للاسف شديد خطفوها وبيساوموا اهلها وبيطلبوا فديه. اي حد عنده صوره ابن متغيب، مختطف، طفل، اي صوره يبعتها لنا على جروب مان الجاني على الفيسبوك. عندنا ايضا سلمى احمد مصطفى، دي عمرها 5 سنوات، يعني حاجة والله تحزن، دي مخطوفة أيضا. أمورة ما شاء الله عليها، ربنا يرجعها لأهلها بالسلامة يا رب إن شاء الله. 010-11-60-3656. سلمى منين يا أستاذ ساجد؟ هما بعت لنا الصورة مش كاتبين هي منين. يا ريت أسرتها يتواصلوا معانا دلوقتي على البرنامج ويقولوا لنا هي منين بالظبط. سلمى أحمد مصطفى 5 سنين، 03-1-60-36-56 و011-11-79-71. يعني اناشد مين؟ اناشد التشكيل العصابي اللي خاطفين الطفله البريئه دي، ولا اناشد مين؟ يا ريت من يتعرف عليها يتصل على الارقام اللي امامكم على الشاشه. طيب معلش احنا معانا محمد من جنوب سيناء، بس هناخد محمد بعد التقرير. معلش يا استاذ محمد، احنا طبعا معانا اتصالات، محدش يزعل مني، انا بحب الاتصالات جدا واتواصل، لان التواصل مع المشاهدين ده شيء مهم جدا جدا وبتشرف بيه، بس هناخد اول تقرير وبعدين ناخد كل هذه الاتصالات. انتوا كلكم سمعتوا وانا عرضت في الحلقه اللي فاتت خبر كده وقلت مصرع 6 من اسره واحده في عزبه الدير، دي تابعه منطقه الحصه، عزبه الدير تابعه لمنطقه الحصه مركز توخ. طبعا دي مأساة حقيقيه، الجاني فيها معلوم ومعروف زي ما هتسمعوا في التقرير. 6 من اسره واحده طبعا ماتوا مختنقين. بسبب ايه؟ الكهرباء في هذه العزبه، عزبه الديري، قطع بقالها 48 ساعه. يعني خلونا نتحمل ان الكهرباء تتقطع مثلا ساعه، ساعتين، ثلاثه، اربعه، 12 ساعه يا سيدي يوم، انما
التيار الكهربائي او الكهرباء تنقطع عن منطقه كامله 48 ساعه، ده ظلم، عشان الناس غلابه ما لهمش حد غير ربنا سبحانه وتعالى. الناس هتعمل ايه؟ بيشغلوا مولدات كهرباء، يعملوا ايه؟ طبعا بعض الصحف كتبت ان هم كانوا مشغلين موقد للنار، وانا قلت الكلام ده بناء على الصحف. لما نزلنا بقى على ارض الواقع وشفنا التفاصيل الكامله هناك عرفنا الحقيقه. الحقيقه ان هم كانوا مشغلين مولد كهرباء وسابوه طبعا طول الليل، اتخنقوا السته، الاب والام واربع اطفال واربع اولاد 17 سنه و16 سنه و13 سنه و12 سنه. مأساة حقيقية، وناس غلابة جدا جدا جدا، غلابة جدا. أنا بشكر الحقيقة، بشكر الحقيقة معد هذا التقرير الحقيقة زميلنا العزيز الأستاذ عماد ماهر العطار ابن من قرية الحصة طبعا، ونزلنا وصورنا مع الأهالي هناك، هم أهلنا طبعا وناسنا، بنقول لهم إن إحنا مش هنسيبكم كبرنامج مال جاني وقناة مصر البلد، وهنتواصل معاكم وهنقول لكم الجديد بعد ما نشوف هذا التقرير المؤثر عشان تعرفوا حكومتنا بتعمل إيه في الناس الغلابة. إهمال وتجاهل الحكومة للمواطن البسيط تجعله دائما الضحية. ستة من أسرة واحدة لقوا مصرعهم جميعا بسبب انقطاع التيار الكهربائي. الضحايا لم يجدوا حلا أمامهم سوى تشغيل مولد كهربائي ليلا، والذي تسبب بتقليل نسبة الأكسجين، فاختنق الأب وزوجته وأبنائه الأربع في مشهد مأساوي هز الجميع. مأساة حقيقية، الجاني فيها معلوم ومعروف لدى الجميع. المجني عليهم ووالد المجني عليهم ايضا، لان انتوا عارفين البيت كله راح بسبب اهمال ان الكهرباء مقطوعه، وكانوا مشغلين مولد الكهرباء، حرق اكسجين في الشقه موتهم كلهم او المنزل زي ما انتم شايفين. البقاء لله. عوض على الله. صبرك يا رب. ستة وعوض على الله، وما سابليش العيل واحد، كان هو كان بياكل وياكل وياكل مراتي وبجاي. عوض عليك يا رب. يعني الأسرة كلها ماتت مخنوقة؟ لا مخنوقة، ما سابش العيل، كان في الجيش، هو ده اللي ما ماتش. عشان كان في الجيش، كان بره البيت. كان بره بقى في مصر في الجيش، طلبوه بعد إخواته ما ماتت، وأبوه الكل. هو الوحيد اللي كان بره. ولو مش في الجيش كان راح مع إخواته. وعوض على الله. عوض على الله. هو ايه اللي حصل بالظبط يا حاج؟ انت طبعا قاعد معاهم في البيت بس كنت تحت. انا في البيت بس انا من ناحيه تحت. والناحيه اللي انا نايم فيها ما فيهاش كهرباء خالص. وانا نايم في الضلمه لوحدي، قمت اصلي. قعدت عند يا ولد انتوا رغيف، يا ولد ما تكونوش رغيف. اخبط كده واخبط كده ما حدش رد عليا، كسرت الشباك ده. لقيت الكل كده، رحت دخل كسر الباب، والناس تشكر شالوهم وخربوه. الازاز ده حضرتك اللي انت اللي كسرته عشان تحاول؟ انا اللي كسرت. لا انا اللي كسرته، ما بقاش حد رد عليا خالص. انا رحت خبطه بالعصايه ده ورحت كسر، ما حدش رد عليا. كان عم يسرق وقفل وقفل مركب عجلات، الكل مغمض الكل. رحت كسر الباب، انا كسرت الباب بايدي والازاز بايدي عشان ولادي أسرة ست. ربنا يصبرك يا رب. إن شاء الله. ابنك الله يرحمه كان عنده كام سنة؟ ابني كان عنده حوالي 43 سنة أو 42 سنة، أصل هو مواليد 70. ولاده الأربعة اللي ماتوا الله يرحمهم عندهم كام سنة؟
ولدين عندهم، ولد عنده 16 سنة وولد وبنت، واحد عنده 13 وبنت عندها 16 مشبوكة، والتانية بقول إعدادي وقول إعدادي أسهل، وكلهم مش وما نجيش إلا الواد اللي في الجيش، وأنا كابلني لوحدي أوضة. وعوض على الله، عوض على الله، عوض على الله. أمهم وسطو أربع عيال، وأمهم وأبوه، ولدين وبنتين، وأمهم وأبوه، وما سابوش إلا اللي كان في الجيش بس، واللي بقيت برا واللي اتصلنا عليه هو اللي جه. عوض على الله. هو اللي كان بيجري ويأكلنا أنا واللي في الجيش وبيصرف عليه ومراته، وأني قاعد أهو، قاعد أهو، قاعد أهو، قاعد أهو. يا رب يتولى امرك طبعا، مش قادر ولا ربنا يصبر. يطلع الواد من الجيش حتى يجري عليا بقى انا ومراته، ويشغل يشتغل بقى بس حاجه تاكلنا بقى خلاص. طبعا لازم المحافظه والاجهزه كلها يشوفوا له طبعا مصدر رزق، لان انتوا كده طبعا ما هو اللي كان بيصرف عليك وتوفى الله يرحمه. اللي كان بيصرف علي انا ومراته مش مات، قعدنا عدنا عوض عليك يا رب، عوض عليك يا صاحب العوض. سبتني يا ولد، سبتني يا ولد مولاي. مش مصدقين على الصبح، جانا الساعة 7 الصبح، ألحق أولاد أحمد وولاده الخمسة ماتوا، مراته والبنتين والولدين، ما بقناش مصدقين بقينا جايين نتكفى في الطينة، كانوا هما اللي بيجروا على الراجل ده، ما كانش حد ما حدش حد، اللي هو البيت ما حدش حد، أكيد مولي، الخشبة دي تتحط وتتحمل والخشبة دي تتحط وتتحمل ويركنوا ويطلع ويمشي، وست خرجوا ورا بعض، فيهم واحدة مشبوكة والتانية كانت في ثالثة إعدادي، والعيال كانوا مع أبوهم تحت رجلين أبوهم لسه صبيان. صبيان لسه صغير، واحد عنده 16 سنة واحد عنده 18 سنة، وده هو مأجر ورشة كان مأجرها، كانت بالإيجار ومديون ليها، مديون ليها 25,000 دين للبنك، ولاش بتاعتنا ودارنا. لا اتصل، هو مالوش مصدر رزق ابنك الله يرحمه غير شغال في ورشة ألمونتان. مديون ب 40,000 جنيه ألمونتان للناس، مديون للناس ألمونتان ب40,000 جنيه جايبه عشان يشغل ورشته. مصدر رزق يوم بيوم والنصيب على الله، كان عايش يوم بيوم، كان عايش يوم يوم بيوم على قد اكل اولاده وابوه، ومديون، مديون لخلق الله. الله يرحمه، الله يرحمه. بالجنة والنعيمة يا اخويا. طول الليل تضرب التليفونات، البنك ده يقول واخد 25 واللي يقول واخد 20 واللي يقول واخد 15، وكل واحد بعت لي من الليل اللي انا قاعد طول الليل، يقول ابنك واخد 40 مش عارف ايه 50 150 5000، واللي واخد 200 جنيه، واللي واخد 500 جنيه، واللي واخد 1000 جنيه طول الليل عشان نعمل لهم شغل على متال يعني. يعمل ومات، ولا شفت فلوسه ولا شفت الحاجة، ومات مع طب ما لقيتش له اي ورقة تثبت حاجة في البيت. يا باشا احنا جالنا خبر على فجأة كده الساعة 7 الصبح، واحنا قاعدين في البلد في الحصة، جالنا خبرهم كده على فجأة، حش وسطنا وحش قلبنا، حش قلبنا هو وولاده. الله يرحمه، الله يرحمك يا احمد انت وعيالك، عنده بنته مخطوبة كان عايز يجهزها، ومديون لخلق الله، مديون عشان يشغل ويشتغل ويجيب له يجيب باب لقمة لأولاده يعيش منها.
راح مش قادره اتكلم تاني، مش قادره، مش قادره اقول حاجه تاني. الله يرحمه، الله يرحمه، حش قلبنا وحش وسطنا يا حبايب، حش وسطنا وحش البنت المخطوبه اللي كانت تتجوز دي، الله يرحمه. طبعا اخوات المجني عليه ربنا طبعا يرحمه. البقاء لها حق اخوي ولا ما عندوش حاجة وغلبان وسائل عليه، وسائل على الاربع بنات اخته الاربع ميتة، وسائل على عيالها وما عندناش حاجة. اهدي 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 يا حاج. طبعا أسرة كاملة راحت بسبب انقطاع التيار الكهربائي على مدى يومين كاملين، كانوا مشغلين مطور الكهرباء، حرق أكسجين ولقوا مصرعهم جميعا. أهل القرية طبعا أو أهل المنطقة كلهم هنا في عزبة الديري التابعة لمركز توخ مع جد المجني عليهم ووالد المجني عليهم. تعرف عليك؟ أنا ندى عبد العزيز شفاعة جاري، الله وكيل، هو مديون وكمه تقيل، الله يرحمه ويرحم ولاده ويرحم وربنا يرحمنا كلنا. اللي تقدروا تعملوه اعملوه، بس ما في زيادة عن كده، اللي تقدروا تعملوه له اعملوه، لانه كان عنده عيلة في الازهر وحافظ القرآن، وربنا يقدركم على الطيب. انا وحيد ابو جزر ابن عم المتوفي وولاده، فده طبعا اهمال من الكهرباء، ان الكهرباء تقعد يومين بلاليهم في قرية زي دي مقطوعة. لو المحافظ هيرضى ان الكهرباء تقطع عنده ساعة، ولا رئيس مجلس مدينة هيرضى ان الكهرباء تقطع عنده ساعة، يبقى ده حال اللي نرضى به. انما الناس الغلابة تقعد كده ليلها زي نهارها في الضلمة، ولا يجيبوا مطور كهرباء ويموتهم؟ مين اللي حاسب الناس دي؟ ده عنده معاه 6 عيال، ولا شغلة ولا مشغلة ولا ارض ولا حيلته حاجة، لسه مجوز عيل عليه فلوس الدنيا والعينية، يجيب منين عشان يسددهم؟ طب مات، طب الفلوس اللي عليه دي مين اللي هيشيلها؟ مين اللي هيشيل الفلوس اللي عليه دي؟ عنده عيله مخطوبه ماتت ومشبوكه ماتت، مين اللي بيحس بالناس دي؟ ومحافظ الاليوبيه دي قاعد على مكتبه، هيرضى ان الكهرباء تقطع عنده ساعه؟ رئيس مجلس المدينه هيرضى ان الكهرباء تقطع عنده ساعه؟ وزير الكهرباء هيرضى ان الكهرباء تقطع عنده ساعه؟ الناس المسؤولين دول فين؟ فين الناس المسؤولين؟ لا محافظ جالنا، ولا رئيس مجلس مدينة جالنا، ولا موظف من الكهرباء جه يشوف المحاول ده عطلان من ايه؟ قبل منها بيومين جاموسين ميتين بتاع واحد فلاح مش لاقي ياكل. جاموسين ماتوا بسبب قطع الكهرباء. طب الناس دي فين؟ أنا كنت زميل محمد أحمد عمر الله يرحمه، وكان طالب مجتهد الله يرحمه. كان سنة كام؟ كان معايا في الصف الاول الاعدادي، اولى اعدادي، كان حافظ 20 جزء، ان انا هو في الازهر في دكه واحده. انت موجود طبعا سايب المدرسه وجاي طبعا قاعد معاهم هنا بتعزيهم. بقى لله مرحبا. حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مش عارف واحد يقول ايه الحقيقة والله. اللهم الاعتراض على حكم ربنا دايما، يعني المصاب دايما للغلبان. يعني الأسرة دي أسرة ناس غلابة جدا جدا، المجني عليه وولاده ما لهمش أي مصدر رزق، حتى المجني عليه مش شغال في حكومة، هو شغال عامل في محل ألموتال. اللهم الاعتراض على حكم ربنا، ولكن عاوز أقول 6 من أسرة واحدة، حد حس بيهم؟ الإعلام هاج وماج عليهم. شفت وسيلة إعلامية جابت الموضوع ده في التلفزيون؟ ليه؟ ما جابتهمش ليه؟ عشان ناس غلابة. شفتوا حد نزل للناس دول؟ محدش نزل لهم، عشان ناس غلابة. حد عبرهم؟ محدش عبرهم. زي ما قال أحد المواطنين في التقرير، أقسم بالله لو في دولة تانية لا يتشال فيها حكومة. انا بكلم مصدر كبير النهارده بقول له انت عرفت
ان في 6 من اسره واحده ماتوا، وان في ناجي وحيد ابنهم الوحيد كان في الجيش ما كانش معاهم الحمد لله ناجي، عاوزين نشوف له شغل. قال لا ده انا ما اعرفش، قلت له عشان الناس غلابه. مشكورا تواصل معانا اثناء الفاصل او اثناء التهرير المهندس عم محمد عبد الظاهر محافظ الاقليم، وبيعبر طبعا عن اسفه، وقال ان هو هيلتقي بجد المجني عليهم، والد المجني عليه وابنهم هيلتقي بيهم هذا الاسبوع، وبكره هينزل لهم او بعد بكره ان شاء الله المهندس عبد الحكيم رئيس المركز والمدينه، يعني هيبدا التحرك ان شاء الله، واحنا كبرنامج هنتابع معاهم وبنعزي كل اهالي عزبه الديري وكل اهالي مركز توخ، بنقول لهم البقاء لله في مصابكم الاليم الحال، ان هي كارثه بكل المقاييس. البعض قد يختلف معاه، يقول لي طب الحكومه مالها ومال الموضوع ده؟ لا الحكومه مالها يا حبيبي. في حد بعت لي رساله بكده يعني، بس مش عاوز اقول اسمه. لا طبعا الحكومه مالها طبعا، انت بتدافع عن الحكومه ليه اصلا يعني؟ مش فاهم. لما قريه ولا منطقه تتقطع عنها الكهرباء 48 ساعه، اللي ايده في الميه مش زي اللي ايده في النار برضه، ما انت تلاقيك قاعد في التكييف والدنيا رايقه عندك والكهرباء عندك تمام، ما انتش داري بقريه ازاي الكهرباء تقطع عندها 48 ساعه، ممكن نتحمل ساعه ساعتين ثلاثه، ما نقدرش نتحمل اكتر من 5 ساعات يا راجل. لكن 48 ساعه كهرباء تقطع عن قريه او منطقه كامله، يرضي مين ده؟ الراجل بيقول لكم المواشي ماتت اللي هي مصدر رزقهم الوحيد، ما حد سأل. بني ادمين ماتوا، ما حد سأل. انتوا عاوزين ايه تاني؟ مش فاهم. عندنا التقرير الثاني قبل ما نطلع لتقريرنا الرئيسي، هي جريمة قتل بشعة الحقيقة ارتكبها سوداني حاصل على الجنسية المصرية، اهي ظواهر في المجتمع نشوفها. هذا السوداني الحاصل على الجنسية المصرية للأسف الشديد ارتكب جريمة بشعة جدا جدا. هو عنده بيت في مدينة نصر او شقة في مدينة نصر، المهم في نزاع ما بينه وما بين صاحبة العمارة عشان ياخد الشقة، فوكل محامي، جاب محامي وكله. فالمحامي خسر القضية، عشان خسر القضية يعمل ايه؟ يخطف المحامي ويحجزه لمدة يومين ثلاثة وبعد كده يقتله، وعشان يتخلص من الجثة ومحدش يشوفه يعمل ايه؟ يقطع الرقبة ويقطع الايد ويقطع القدم، قطع اجزاء جسده. لما سألناه وسألته ايه الجيار المعدة بتاعتنا بتقول له ليه قطعت اجزاء جسد المحامي؟ قال لهم عشان اعرف اهرب بيهم. المهم الكمين مسكه وهو معاه راس المجني عليه في شنطه العربيه بتاعته. عمركم شفتوا جرائم بشعه بهذا الشكل؟ اعذرونا يعني، يا ريت اطفال صغيره ما يتفرجوش على التقرير ده، لو حد جنبه طفل ما يتفرجش على التقرير ده، تقرير صعب شويه. هنشوفه في دقائق معدوده كده ونرجع عشان نشوف تقريرنا الرئيسي. بقى اسمك ايه؟ انت اسرتك فين دلوقتي؟ انا اسرتك فين؟ خلاص طبعا احنا زوجتي وخلاص، انا حاليا انا خلاص ما عنديش حاجه، انا مش فاهم على حاجه. هم عارفوا اللي حصل لك ده ولا لسه؟ انت عارف اللي ممكن يحصل لك؟ يحصل لي اجام. هو يعني؟ وايه يعني؟ يعني هو حضرتك اللي اجام بيزود العمر او بيأثر. طيب احكي لي بقى المباحث بعد ما قطعت الجثه عملت ايه؟ اخدت العربيه. مش نفس الشارع. رحنا عند مقابر اسمها مقابر بالصدفة، طبعا احنا بنحكي عنه ده بالصدفة، عايزين اهدى شارع واجمل شارع، ما يكونش فيه زيارة، يكون فيه مثلا بتاع الزبالة، اشجار كتيرة عشان انا ارمي حاجة كتير. بالصدفة فعلا حصل هذا الموضوع، فلقيت الشجر والمقابر دي، رميت الرمي والايد والايد والايد، الشرطه وقفت وحاسه بالحصل. مسكتك بقى الشرطه وانت معاك شنطه فيها ايه؟ الراس. طب وباقي الجسم كنت هتعمل فيه البطن والكتف؟ ما اعرفش، مش حاسس اني ما عملتوش، انا لسه ما عملتوش. حبينا انا عملتها. في حاجه عايز تقولها؟ انا عايز اقول حاجه مش ليا، عايز اقولها لكل الناس دي. الظلم ظلمات يوم القيامة، ما حد بيندم على الظلم مهما كان وضعه، ما ربنا مش هيقول. المهم رحت له عند المكتب بتاعه؟ لا، بعد كده رحنا عند البيت بتاعه. عملتوا ايه بقى؟ البيت بتاعه. جابوا معاهم تقريبا اللي هو المنوم. خطفتوه؟ اخدته على بيتك؟ خطفتوه. مش عايز يتكلم يا استاذ، كده هتموت يا استاذ، كده هتموت.
ماشي ماشي. بعد كده عملت ايه؟ بعد كده فكرت ان انا اعزل ازاي؟ انا الناس في الجيران حاجه دي ما بستحيل حد يروح الحاجه دي. كنت انا اعتقدها تبقى قطع علشان تعملها ووزعها في اي منطقه. يعني انا عملت منين ومنين؟ من الجيران. احكي مسكت ايه؟ جبت ايه؟ كان عندك سطور في البيت؟ احنا انا عندي سطور بتاع الوادي. حاجة بقى حوالي 50 سنة عند البحر. عملت السوس كده المطبخ العادية مش أشرف من السودة. لازم موجودة وحتى لما قطعت إيه بقى؟ قطعت إيه وإيه بقى؟ احكي لي كده. دراعه ودراعه ورجله ورقبة. ورقبة. كنت حاسس بإيه وأنت بتقطع جسمه كده؟ مش حاسس بشيء. طبعا هي لغته طبعا يمكن صوت مش واضح قوي، لغته مش عربيه 100%، وطبعا سوداني حصل على الجنسيه المصريه، ولكن الجريمه بكل المقاييس بشعه. يعني تقريرنا الرئيسي النهارده اعزائي المشاهدين من منطقه الزاويه الحمراء بالقاهره، جريمه تدل على ان جرائم القتل اصبحت لغه سهله خاصه لدى البلطجيه والخارجين على القانون وارباب السوابق. مقتل شاب ليله حنته، يعني قبل زفافه بليله، يعني اسف شديد. اتقتل ليه؟ كان رايح يدافع عن اخته. قبل ما اكمل اخد ام اسماء الاول من القاهره لان هي معانا من بدري ومصره تدخل معانا. اهلا بيك يا ام اسماء، اتفضلي. اهلا بيك، ازيك يا استاذ احمد؟ اهلا بحضرتك. ازي صحتك عامل ايه؟ اهلا بيك يا ام اسماء، الحمد لله. انا يا استاذ احمد كنت قاعده في مدينه بطا في بنها، وكانت بنتي ملك اتخطفت. انت بتكلمينا منين دلوقتي؟ انا بكلمك دلوقتي، انا قاعده في السيده زينب في القاهره. بعت الشقه وخدوا مني 35,000 جنيه عصابه. التشكيل العصابي خطفوا بنتك؟ ايوه، مالك اللي نزلت لك بقى حضرتك ساعه الانتخابات قدام العماره. طيب وكلمت حضرتك وقلت لك الناس دول اتبنوا علينا ودمروا حياتنا. التشكيل العصابي ده موجود انت عارفاه؟ ايوه، ما هو اتقبض عليه. انت ما شاء الله عرفت ازاي ان احنا البرنامج جه مصر البلد؟ عرفت ازاي؟ انا متابعه حضرتك علشان طيب. انا دلوقتي انا وولادي بناتي احنا ضايعين، لا ابوهم لاقي شغل ولا انا لاقي شغل، دمروا حياتنا. المهم بلا نفسي اشتغل انا حتى وربي ولادي. انا جاني القلب وجاني السكر وجاني الضغط بسببهم. انا مش عارفه اكل، عيالي مش عارفين يعيشوا. لا الناس كلها ظلمتنا، محدش واقف جنبي ولا حدش واقف جنبنا الا ربنا. طيب ام اسماء، انت مش عاوزين نقول سكنك فين بالظبط، هتسيب لنا رقم تليفون؟ المهم مالك، رجعت لك بالسلامه اهم حاجه الحمد لله. انا جيت الحمد لله وخدوا 35,000، واللي كانت خطفاها مدرسه ثانوي ازهري ابتدائي في معهد بطل. طيب هتسيب لنا ارقام تليفوناتك يا ام اسماء، بشكرك. ام اسماء بنتها اتخطفت طبعا، دفعوا اللي حالتهم عشان يرجعوا بنتهم، دفعوا 35,000 جنيه. خد رقمها يا ساجد عشان نتواصل معاه. تقريرنا الرئيسي اللي في الزاوية الحمراء النهاردة، الشاب اتقتل ليه؟ عشان رايح بيعاتب البلطجية اللي قتلوه عشان بيعاكس أخته معدية ماشية في الشارع، فقاموا بمعاكستها، فطبعا تصدت ليهم وراحت حكت لأخوها إن في شابين بلطجية عاكسوه. رجع بيعاتبهم طبعا، قتلوه بكل وحشية وبكل غدر في الشارع وفي عز الظهر. للأسف شديد الجناة ما زالوا أحرار طلقاء، ما تمش القبض عليهم. مش بس كده، دول بيهددوا أهل المجن عليهم، وأهل المجن عليهم ناس غلابة جدا برضو. هتشوفوهم وتشوفوا حالهم وتشوفوا بيتهم وتشوفوا شقتهم الصغيرة. أنا دايما بركز في البرنامج على فكرة، لو تلاحظوا عندي جرائم ناس زوات قوي وناس هاي كلاس وكل حاجة، ولكن بركز على الغلبان اللي مش لاقي حد غير ربنا سبحانه وتعالى. الأسرة دي أسرة غلبانة قوي يا جماعة والله، يعني لما تشوفوهم في الزاوية الحمراء قاعدين في مكان صعب قوي، في منطقة صعبة. أم المجني عليه والدته كانت عاوزة تفرح بيه، الست قالت كلمة بكت الكل، قالت بتاع الدي جي طبعا هو مات ليلة حنته، قال لها خد يا حاجة الفلوس، قالت له يا ابني خد الفلوس حلال عليك خلاص. يعني لما شاب يموت ليلة الحنة بتاعته، ليلة فرحه، صعب قوي صعب قوي، وعلى ايد مين؟ ايد بلطجية. الاصعب من كده ان ابنهم يموت والمتهمين قدامهم،
والاصعب والاصعب اكتر ان ما تمش القبض عليهم لحتى هذه اللحظه. انا تواصلت الحقيقه مع مباحث القاهره، قالوا العيال بلطجيه ومعاهم اسلحه، يعني قلت لهم في التليفون ما كسفتش، قلت لهم هل دول عشان ناس غلابه مثلا ما تمش القبض عليهم؟ في ايه؟ هنشوف هذا التقرير. نتمنى بعد عرض هذه المأساة ان يتم القبض عليهم وناخد ام حنين ونشوف تقرير. اتفضلي يا ام حنين، اهلا بيكي. اهلا بحضرتك. نقول لا للمشاهدين يعني. اهلا بحضرتك يا ام حنين، عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت يا فندم، احنا الاول بنعزي في الناس اللي ماتت دي كلها في القريه، ومش عارفين نقول ايه. هو عامه البلد كلها ثانيه واحده يا فندم، البلد كلها عامة بايظة يعني بالنسبة لرؤساء المدينة والمحافظين، بس احنا الحمد لله ربنا اكرمنا برئيس مدينة كويس مراعي البلد كويس شوية دلوقتي. بس حضرتك بتكلمينا منين يا ام حنين؟ مدينة ايه؟ من دسوق. دسوق، مركز دسوق، كفر الشيخ. اه لا كفر الشيخ، كنا هناك امبارح، بلد جميلة بس مشوارها صعب شوية. واحنا يا فندم دلوقتي احنا انا بسأل سؤال بس هو مش في الحلقة بس. اتفضلي. في اشاعه تتروج في مطروح ان السيسي مات. دي اشاعه. دي اشاعات. ضرب طلقه في رجليه وبطروا رجليه. دي اشاعات. اشاعات. وفي السعوديه. دي اشاعات انتشرت، نشرتها بعض المواقع كده، ولكن ليس له اساس من الصحه يعني. حتى هي اتقرت في جورنال المسا. ام حنين بصي، الفتره اللي جايه دي احنا داخلين على دستور، هتجد اشاعات كتير قوي، هتجد اشاعات كتير قوي، فما تسمعيش الاشاعات دي. شكرا لحضرتك. شكرا. شكرا ليك يا ام حنين من دسوق. انا بودي والله اخد كل التليفونات. بعد التقرير هفتح الخط لكل المشاهدين نتشرف بيهم وبنستفيد من ارائهم المستنيره. نطلع نشوف المأساة التي حدثت في منطقه الزاويه الحمراء في القاهره، ونعود هيكون ضيفنا المحامي والمنشار بالتحكيم الدولي الاستاذ رجب بان لتحليل هذه القضيه. دائما البلطجية يعتقدون أنهم أسطورة ولا صوت يعلو فوق أصواتهم، يرتكبون ما يرتكبون من أفعال إجرامية دون معارضتهم. في منطقة الزاوية الحمراء بالقاهرة تجرد بلطجية من كل المشاعر وقتلوا شابا في مقتبل العمر بكل وحشية وغدر ليلة زفافه لمجرد معاتبته لهم لقيامهم بمعاكسة شقيقته. الغريب أن الجناه لا زالوا طلقاء، وأسرة المجني عليه في مهب الريح. طيب دلوقتي هو كم متهم؟ واحد اللي ضرب النار ولا اتنين؟ اتنين، ما هو ليا والتاني هو ايده عكسه. ابني الكبير ده بيقول له يعني ما تضربش ما تضربش يا اخويا، اخويا راح مديله. يعني موت ابنك محمود وابنك الثاني ضربه برضه بالنار معاك؟ ضربه، ما هو القضيه وضربه بالنار وطلعوه له، طلعوه وبس، طلعوه وبس ايده عكسه. الصبعين دول هو سمكري ما يدقوا كده ويتوقع. وابنك محمود الله يرحمه اللي مات كان شغال ايه؟ سمكري برضه.
كان سمكري ومقضي الجيش على الشرطة، مقضي الجيش ومدينه استدعى في رمضان، ومنجدين له فرشته وشقته موجودة. أنا سمعت إنه توفى ليلة الحنة بتاعته. أيوة يوم الحنة، مات يوم الحنة، وودينا الحاجة وكل حاجة، حتى أجيب لك الرجل بتاع الدي جي دفع له الفلوس. جه يدهلنا قلنا له خلاص. لحد دلوقتي طبعا مفيش لا قبضوا على المتهمين ولا اي حاجه؟ لا ما قبضش، وبيبعت لنا تهديد حتى. ما قبضوش على المتهمين وكمان بيهددوك؟ ايوه بعت لنا تهديد، يقول ابني كبير كده، قال قدامي اهوت ممكن اخطفه ما استنزلتوش عن القضيه. احنا جينا لك اهو، ما حدش هيقدر ياثر علينا، وهنعرض القضيه بتاعتك وهنقف معاك لحد ما يقدر. المرض يا رب يكفيك شر المرض ويخليكوا للغلابه. علي علشان هم بيهددونا وانا ما عنديش استعداد اموت حد تاني. انا بقيت اقول هستنزل عن القضيه علشان بيهددون. انا اخترت الفقر بس وتربيه العيال، هو ده اللي بيجرى عليا ويجهز. ما عندناش حد، ما راحش الاسم خالص، ولا عندنا عيال مسجله. بقيت اقول يا رب، اصلي واقول يا رب يا رب تهدوهم لي وتعموهم عن الحرام وتقولهم بالحل. بس الفقر مش اي، انت زي ما انت شايف كده، حتى لا عندنا تلا دولاب ولا حاجه زي ما انت شايف كده، ولا قادر ناجر محل. كل ما نروح يقولوا انتوا يمشون، وانا خايفه لعشان ايه؟ خايفه اللي يستقصدوا العينين التانيين يعني ياخدوهم. الواد بيبعت لي بالتهديد وانا مش خايفه عليهم، بقول اللي زي بعضه عايز اعزل وامشي من هنا. علشان البت زعقت مع واحده قالت لها اللي ما قدرتش تاخده طرفوك، وعايز امشي. الراجل غلبان ولا بيقدر يشتغل ولا حاجه، ده معايا ست بنات، وسبب ما اتجوزش ده كله. كل ما تجي بنتي تتجوز يقول لا اجوز البنت الاول. انا مش اشكال يوم اسكتي جوزيه، هو اللي كان مقوين على البنات يجوزها. بستمنى ان الحكومة تقبض عليه عشان ما تاخدش حد تاني. ولادي غلابة، ولادي منهمش في كده خالص. كل ما اصلي بقول يا رب الحكومة اللي تعترفيه، عشان ولادي مش بتوع مشاكل، ده ولادي كويسين. اسأل عليهم عمرهم ما راحوا القسم، ما مسكوش حد خالص. ليه اقول لا غلابة؟ انا مختارة الفقر واربيهم تربيه حلوه. صحيح ما علمتهمش، بس معلمهم صنع سمكريه. دي صنعه بتاكل ذهب حاجه؟ ايوه سمكريه. ده انت تشوف ابني بس مش قادر، اللي هو العاجز ده مش قادر مش قادر يحضر ولا يشوف الموقف ده. دي صورته بتاع الجيش، ده اللي عارف بقى، ده اللي ايده هو سمكري يجي يدق كده ما يعرفش، عشان الصبح دول البتاع دخل في امك لحش، عملنا له كذا عمليه وكان محجوز في الحسين. ربنا يصبرك. الله يخليك ويكفكوا شر المرضين. انتوا بقى اهو تحت من ربنا. سبحان لله ما تقولش.
هو واخوه يعني ماشيين قاموا معاكسيني وكده فسبتهم ومشيت. خبطني بكيس الميه في ظهري وانا ماشيه. معتادين كده في الشارع ان هم بيقفوا بيعكسوا عيال؟ ايوه اي بنت يعكسوها اي ست يعكسوها. قاعدين 24 ساعه في الشارع كده. هو اساسا بتاع برشام وبتاع حشيش وبلطجي يعني بتاع سلاح فمفيش حد بيقف قدامه ومحدش بيقدر اللي هو يعني يكلمه. فيعني استكبر بقى ازاي اللي انا اشتمه؟ ازاي بقى اللي واحده يعني ست تشتمني في قلب الشارع؟ لما رمى عليك كيس الميه شتمتي؟ اه شتمته. قلت له انت مش راجل عشان انت اساسا طول عمرك اساسا اللي انت بتعاكس النسوان مفيش حد يقف لك. اخويا بقى جه سمع اللي انا عامله مشكله في الشارع. كان يوم حنته سمع اللي انا عامله مشكله في الشارع قام جاي. طبعا اول ما جه قام هو مضربه بالنار على طول بدون اي تفاهم. اخوك بيعاتبه؟ ما لحقش يقول له. هو بيقول له يلا انت يعني مالك ومال اختي يعني عملت لك ايه؟ قام قال له تعالى وانا اقول لك عملت لي ايه. قام ضربه بالنار على طول. في عز الظهر ولا كان بالليل؟ كان بالليل. الشارع عادي؟ الناس في الشارع بس الناس بتخاف منه. المنطقة هناك كلها بتخاف منه. حتى لما طلع لي محدش حش عني. حتى البيت بتاعي صاحب البيت برضه سلبي بيخاف منه عشان تاجر سلاح وتاجر حشيش وكده بيخاف منه. لما طلع صاحب البيت حتى ما قالوش عيب ولا مش عيب ولا كده. انا طبعا بقى يعني زي استنجدت باخويا ويا ريتني ما كنت استنجدت بيه. اول ما جه قام ضربه. اخويا الكبير بيقول له حاسب حاسب ما تضربش ما تضربش. قام اخوه اللي اسمه احمد قام ماسك اخويا ضربه. ضربوا طلتين واحدة كانت في ايده وواحدة كانت في رجله. طبعا اخويا بقى اللي التاني لما اتضرب في صدره قام مرمي. اتلاقينا في اخويا اللي هو مضروب في صدره جرينا على المستشفى. قبل ما جه يدخل اوضة العمليات ما لحقوش يعملوا له العملية توفى. والحكومة هنا مش مساعدانا مش مساعدانا بأي شيء. مرات اخويا جايالي جاية عندي. فالواد صاحبه بيقول لي احنا كلنا هنا لو انت فاكره اللي حصل مش احنا كلنا هنا حصل لواحظ. مرات اخويا بتقول له ولا امشي بعيد عننا اما سكه ضاربها سقطها. فروحنا المستشفى فقال لك تسقط. طبعا اما يعني هو بقى بعد التهديدات وكده فاحنا خايفين. بيقول انا هاخد اتنين من اخواتها. يعني هو عاوزكم تنزلوا على القضيه؟ نزل عن القضيه. طب واحنا يعني بعد ما نتنزل عن القضيه حق اخويا كده يضيع؟ فاحنا مش عارفين ناخد حق ولا باطل. واخويا ده توفى يوم حنته. يعني كان جريمته ايه؟ انا عايز اعرف كان جريمته ايه اللي هو بيدافع عن اخته ولا هي البلد؟ يعني احنا مش عارفين ولا عارفين ناخد حق ولا باطل ولا عارفين ناخد حقه. مش عارفين يعني ميت يعني مقضي الاستدعاء. ده انا كان من ساعه ما راح الاستدعاء بقيت ازعق لاختي اقول لها بنتي بتمضي على الاستدعاء ليه؟ يقول لي احنا اللي لازم نحمي مصر. احنا متدربين على السلاح يا مسلمه اسكتي. احنا اللي متدربين على السلاح. يجي ناس غريبة احنا اللي ندافع. واجل فرحه عشان يروح الاستدعاء بتاعته. كان هيخش في العيد الصغير. لما جات له الاستدعاء مأجل فرحه وقام رايح الاستدعاء. قعد 15 يوم في الاستدعاء. يوم حنته يوم ما اتضرب بالنار. كل ده عشان بيدافع عن اخته. فمش عارفين بقى أنا يعني ناخد حقنا من مين. يعني واحد مات والتاني ينحبس. مش عارفين ناخد حقنا من مين. فاحنا بنقول للمسؤولين الكبار يعني يراعوا ربنا فينا عشان احنا غلابه. هو اللي كان بيصرف على امي وبيصرف على اخواتي يعني ما رضيش حتى يتجوز عشان يجهز البنات. يقول لك لا لما جهز البنات وسطر البنات يبقى انا اتجوز. فاحنا عايزين حد من المسؤول ياخد حقنا علشان كده يعني الباقيين هيبقوا في خطر. فاحنا مش عارفين نعمل ايه. الاخوات بس مش اكتر. احنا مش عايزين اي حاجة. احنا عايزين يمسكوه عشان احنا عايشين في تهديد. كل يومين يجوا يعددونا بس
وعايزين المسؤولين يجيبوا لنا حقنا، ياخدوا حق اخويا، الحكومه تاخد حقه بس، مش عايزين حق اكتر من كده. احنا بنقول حسبنا الله ونعم الوكيل، وامه تدوق اللي احنا دقناه وتشرب اللي احنا شربناه، مش هنقول اكتر من كده، تدوق اللي في قلبنا وقلبها ينحرق زي ما قلبنا انحرق. انا اخواتي مش مسجله ولا حراميه، اخويا ده اللي كان بيصرف على والدتي، واخويا التاني عجز، فمين يعني هيصرف عليهم؟ بتمنى ان العداله يمسكوه، نارنا تبرد شويه، انما طول ما هو سايب كده احنا نار نار فينا. وبقول حسبنا الله ونعم الوكيل، في اللي حرق قلبي يتحرق قلبي. يعني ربنا يصبرهم ويلهم المنطقة كلها في الزاوية الحمراء، خاصة منطقة المجني عليه طبعا، الصبر والسلوان. تخيلوا ان واحد يموت ليلة الحنة بتاعته، يعني قبل زفافه ودخلته بيوم، تبقى صعبة قوي 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 يعني، بسبب بلطجية ما زالوا في الشارع. اتمنى ان رجال مباحث القاهرة النهاردة قبل بكرة، وهم عارفين في اسم الزاوية الحمراء واكيد شافوا الحلقة دلوقتي، ممكن ما يكونوش شافوا مقاسات ودموع وحزن الام دي واخواته البنات. يا ريت لما شافوها او كانوا شافوها دلوقتي او ممكن يشوفوها على اليوتيوب يشفوا غليلهم. مفيش حاجه طبعا هتعوضهم عن ابنهم، ولكن يشفوا غليلهم في ان هم يقبضوا على البلطجيه دول. اي بلطجي دلوقتي بيقتل يكون متناول براشيم مخدره، وفي لحظه يرتكب جريمه ويدخل ياخد له 3 سنين ولا 7 سنين، وقال الله بالسر عليهم. عشان كده هتظل الجريمه مستمره في هذا الزمن للاسف الشديد. يعني اسمحوا لنا احنا نرحب بضيفنا العزيز النهارده، الاستاذ والمستشار بالتحكيم الدولي الاستاذ رجب بان المحامي. اهلا بيك ومنورنا، مبروك على كونك مستشار في التحكيم الدولي. الف مبروك. الله يبارك فيك. الف مبروك. انا بسعد بلقائي معاك. طبعا ده احنا نتشرف يا استاذ رجب، اهلا بحضرتك. قبل ما نبدا مع الاستاذ رجب تحليل هذه القضيه، هناخد استاذ احمد الاول من الجيزه. اهلا بيك استاذ احمد. مساء الخير يا فندم. مساء النور، اهلا بحضرتك. احمد بلال. مين يا فندم؟ احمد بلال حضرتك. اهلا بيك استاذ احمد. احمد بس على استاذ احمد اسمح حضرتك تبعد عن التلفزيون بس، اسمعني مش سماعه. انا اسف. لا اتفضل تحت امرك استاذ احمد، اتفضل. ايوه السلام عليكم. سامعينك كده، عليك الصحه والبركه، اتفضل. اكلم الاستاذ احمد بس. حضرتك معانا على الهواء، اتفضل. مساء الخير. مساء النور، اهلا بيك. احمد بلال مع حضرتك. اهلا بيك استاذ احمد. احمد بلال ارداف حضرتك. اهلا بيك يا استاذ احمد، اتفضل. يا استاذ احمد والله انا عندي استعداد حضرتك اجي اخد حقهم، بس ما حضرتك تسمعه. والله انا كده سامعك، سامعينك، اتفضل انت على الهوا معانا، اتكلم زي ما انت عاوز. حضرتك دلوقتي انا ممكن اخد حقهم، انا ممكن اخد حقهم. ربنا يكرمك يا استاذ احمد، والله ربنا يكرمك.
اتكلم بجد يا استاذ احمد، اقسم لك بالله عندي استعداد ادفع. بس احنا برضو يا استاذ احمد عاوزين نبقى في نطاق القانون. احنا طبعا نشوف محامي معاهم طبعا، يحاول يتواصل هناك مع الرجال المباحث، وتم القبض على الجناه من عدم ولا احنا مش في قانون الغاب يعني. اتفضل يا استاذ احمد. والله العظيم ربنا اللي عالم بالواحد. اكيد انا مقدر شعورك انت غصب عنك وكلنا طبعا. اقسم لك بالله اذبحهم، والله والله علنا اذبحهم. ربنا يكرمك يا استاذ احمد، ولكن طبعا احنا مقدرين شعورك ومقدرين انك بتتكلم بالعاطفه، لكن يا باسب كل ما قس. نتمنى ان شاء الله احنا في الحلقات القادمه نعرض ان تم القبض على المتهمين يعني. شكرا جزيلا ليك. شكرا جزيلا لبان. بان لما نتكلم عن جريمة القتل بهذا الشكل وبلطجية خارجين عن القانون، قتلوا شاب ليلة او قبل فرحه بيوم، ليلة الحنة بتاعته، وما زالوا بيهددوا كده، نقول ايه؟ هل القتل ظاهرة ولا حالة فردية بقى؟ القتل ظاهرة بكل ما تعني الكلمة ظاهرة من ظاهرة. كلمة فعلا كل ما عنيها انها تؤدي لظاهرة. جريمة القتل الان في دولتنا منتشر انتشار كبير جدا وبمستوى لا يمكن ان تصدقه. فعلا انا بقول النهارده الروح او الدم الادمي الان ارخص حاجه في دولتنا اليوم. اذا احنا النهارده بنقول القتل النهارده ظاهره، ان هو عدم اعتبار لا دين ولا خلق ولا امن. انا بقول برضو ما زلنا بنقول مفيش امن. لا، الظاهره دي ظاهره من اسبابها اللي احنا فيه، التطور اللي احنا عاملين فيه كل يوم في ثوره وفي ارهاصات في الدوله، بنقول النهارده مفيش امن يستطيع ان يسيطر على العمليه دي. بنقول مفيش النهارده خلق لدى الناس، مفيش دين بعد الناس عن الدين. وبنقول النهارده هذا القول الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيقول كده ايه؟ سيكسر الهرج، سياتي زمن سيكسر فيه الهرج. قالوا وما الهرج يا رسول الله؟ قال القتل. سياتي زمن لا يدري القاتل فيما قتل ولا يدري المقتول فيما قتل. اللي احنا بنشوف النهارده يعني ظاهره معاكسه بنت او سيده، المجرد انه يرجع عليهم يعاتبهم يقتل. الظاهره دي بنتكلم فيها النهارده ظاهره، يعني بنقول الجريمه دي جريمه قتل ولا يمكن انها تسمى الا انها جريمه قتل. يعني النهارده قد يطرا في ذهن بعض الناس ان دي جريمه ممكن تبقى تصنف على انها جريمه ضرب افضى الى موت. كويس انك حضرتك وضحت ده. لا، انما دي قتل عمد. ان دي جريمه قتل، ان هو النهارده بقول ايه؟ ضرب افضى الى موت. يعني ايه؟ يعني هناك علاقه بين طرفين بيتناوب الاعتداء بينهم وبين بعضهم، ففي اعتداء من هنا واعتداء من هناك. الاعتداء الطرفين لما بيعتدوا على بعض يبقى هذه بنسميها مشاجره. المشاجره انتهت الى موت احدهما، بنقول انه النهارده كلاهما بيمارس فعل الاعتداء. لو كلاهما، لو الطرفين بيمارسوا فعل الاعتداء، لما واحد منهم يموت يقول ايوه هو الضرب هنا افضل الى موت، لانه ما عندوش نيه اثاق الروح ده، وده بالنسبه له بيدافع عن نفسه، جزء منه دفاع وجزء منه اعتداء. لان النهارده بنقول ضرب افضل الى موت. انما النهارده بقول ان الفعل القائم من المتهمين ده فعل قتل. يعني الفعل اللي انا اقول النهارده السلاح المستعمل سلاح قاتل بذاته، بيضرب في مكان قاتل بذاته، بيضرب في صدره. اذا النهارده ده جريمه قتل عمد. تمام، قتل. يبقى اذا هذه الجريمه قتل عمد وليست مشاده او مشاجره زي ما صنفها، زي ما صنفتها بعض وسائل الاعلام اللي هي طبعا مش المرئيه، بعض الصحف للاسف الشديد. انا اقول النهارده عمرها ما تبقى جريمه، لو مشيناها على انها جريمه ضرب افضى الى موت، يبقى احنا النهارده بنقول احنا بنهدر دم. صح. شاب النهارده هيدمه هيروح حضر. انا اقول النهارده جريمه القتل افضى الى موت، الضرب الافضى الى موت ده من 3 لـ7 سنين. هو ده يعني نقول ده ثمن الولد اللي مات ده. لا، احنا نقول دي جريمه قتل. بيقول بقى الولد ده لم يصدر منه اي اعتداء، وكان الاعتداء اللي صادر عليه من شخص بسلاح قاتل بذاته، وهو المسدس او السلاح المستعمل في الجريمه في صدر الشخص، وهو ده برضه مكان قاتل. هذه النهارده يعني لابد انها نقول النهارده التصور النهائي فيها ده قتل عمد. تمام، ينتفي منه سبق الاصرار او الترصد، لكنه قتل عمد. تمام. استاذ سامح من الداهليه، اهلا بيك. اهلا بيك يا استاذ احمد، واهلا بالشيخ المستشار الاستاذ رجب، وكل سنه وحضرتك طيبين. بصراحه حضرتك يا استاذ احمد يعني مش عارف انت، يعني الحاجات دي بتخلينا يعني بنحس ان احنا عايشين فين؟ عايشين في غابه ولا عايشين في مصر؟ طول عمر مصر بلد الامن والامان، مش عارف ايه اللي حصل لنا. يعني هي الجرائم في كل الدول يا استاذ سامح، بس هي زايد عندنا شويه. انت عارف بقى ده نتاج الثورات، يعني دايما نتاج الثورات. انا عايز اعرف يا استاذ احمد، دي نتاج الثورات ولا دي نتاج الاعلام اللي بيصور ان البلطجي هو اللي ثورات واعلام فاسد وبلطجه وخارجين على القانون وبراشين مخدره كله؟ يا استاذ
احمد بتحس على العنف وعلى البلطجه والالماني والطلياني والعفريت الازرق. الناس خلاص عارف بتقلدهم وعارف بتعمل زيهم. والنهارده البلطجي يقول لك بدل ما اشتغل شغلانه واعرق واتعب، لا انا اقف بلطج على الناس واخد سرده من الناس. ده حرام يا جماعه حرام. الراجل ده خادم جيشه وخادم بلده وفايد المجتمع. ده اللي حسن لواحظ ده ولا اسمه اللي الاخت قالت عليه دوت، ده فايد المجتمع بايه؟ هو فين اصلا المفروض يتقبض عليه؟ ايوه يعني هم اصلا الحكومه عارفه مكانه، لهم مرشدين ولهم حاجات ولهم نظام، بيخافوا بقى ولا بيعملوا ايه؟ قاعدين في مكاتبهم بيعملوا ايه؟ وسايبين الاشكال دي تنمو وطلع في يا استاذ احمد. يعني المفروض الناس دي تتقي ربنا في مرتباتها يا جماعه. الست دي من اللي يصرف عليها دلوقتي؟ هي وبناتها وابنها الثاني المعوض ده بعد ما كان بيفيد البلد، النهارده عايز حد يصرف عليه. ابوه راجل كبير عايز حد يصرف عليه. الست عايز حد يصرف عليها. طب الحل ايه؟ انسان زي ده ملوش اي ثمن، عباره عن مفسد في الارض وربنا حل دمه. يعني مفسد في الارض يشرد عيله ليه يا استاذ احمد؟ يعني فين يا جماعه؟ حرام الظلم حرام. اهل المنطقه ساكتين ليه؟ ساكتين ليه على واحد زي ده وكلهم خايفين منه؟ هل لو سبع ثمان يعني اشخاص اتكتروا على الانسان ده مش هيقدروا عليه ولا ايه؟ يعني خلاص الناس كلها كل واحد بيقول لك بدأ بعيد عني خلاص انا ماشي في حالي. طب لحد امتى؟ ما هو مصير الدور هيجي لك، لا اما ابنك هيتخطف، لا اما ابنك هيتقتل، لا اما انت هتتضرب. طب ما تتكلم ودافع وخش واتكلم. يعني الرسول عليه الصلاه والسلام من راى منكم منكرا فليغيره بيده. الناس واقفه تتفرج على ايه؟ على حسن لواحظ والتاني والتالت لما يخربوا البلد ويخلونا احنا يا بني ادمين مش عارفين نعيش في بلدنا وعايشين مهددين بغير مأمنين على حياتنا وعلى اولادنا وعلى اطفالنا وعلى نسائنا. واحده ماشيه في الشارع بيعاكسها ما ردتش عليه راح رامي في ضهرها كيس ميه. ده يدل ان شاء الله انت 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 مذاكر القضيه. انت بتكلمنا منين من الاهليه يا استاذ سامح؟ انا يا فندم سامح المكاوي من شربين. احسن ناس يا وتحياتنا لكل المكاوي الاعلاف. تحيه خد انت عارف ان حبايبنا في المنصوره ويمكن ما شاء الله بنسجل اعلى مشاهده دايما بعد كل حلقه من المنصوره، فاحنا بنحبهم جدا يعني. احنا انت ما تعرفش انت كبرت في مزرعه قد ايه النهارده يا استاذ احمد لكلمه ان انت قلت ان انا بهتم براي الناس الغلابه. طبعا طبعا طبعا. احنا مفتقدين القيم دي. احنا مش عايزين نمشي يا جماعه ورا السلطه والنفوذ والفلوس. احنا نشوف راي الناس دي يا جماعه. صح. الناس دي النسيج بتاعنا وهي هي الناس دي اللي بتمثل الشعب المصري. انا بشكرك جدا يا سامح، شكرا جزيلا ليك. اكونت جروب مالجاني على الفيسبوك امامكم على الشاشه الان. احنا طبعا بنشكر كل اللي راسلونا الرسائل كتير جدا لدرجه ان الجهاز يمكن قرب يخلص شحن رسائل كتيرة، لكن طبعا نحاول نشكر الناس اللي بعتوا لنا رسائل. هند يوسف، حسبي الله ونعم الوكيل، سامح حبيب، يا رب اتكلم عن حادثه المنصوره وسائق التاكسي، حضرتك احنا اتكلمنا فيها في الاول. هند يوسف ايضا مره تانية. في ناس بقى كاتبه طبعا مش الاسم بالكامل، محمد النجار النجار، حسبي الله ونعم الوكيل. في استاذ خالد ربنا يرحم هؤلاء الضحايا، محمد النجار تاني. الاستاذ محمد عبده بيتكلم في بث مباشر للبرنامج على الانترنت، الحلقه على طول بتنزل على اليوتيوب، وبكره الاعاده هتبقى الساعه 12. استاذ مصطفى، استاذ احمد يا ريت تعمل فقره المتغيبين. خلاص فقره المتغيبين دي هتبقى فقره ثابته من الحلقات اللي جايه ان شاء الله. استاذ تامر ابراهيم بيكلمنا من بره، بشكرك شكرا جزيلا. سمر رزق، على فكره النور قاطع عندهم اعتقد، يا بتكلمنا من كفر الشيخ النور قاطع عندهم. احمد تامر ابراهيم، محمد عبده، في تاني حسام علي بشكره، استاذ تامر ابراهيم، رسائل كتيره جدا طبعا بشكرهم. جنى محمد من اجد اهليه وبشكرها على رسائلها الكتيره لينا، ربنا معاك يا استاذ احمد. وبصراحه الواحد اعصابه تعبت، معلش يا جنى، ولكن ندعي ربنا ان ربنا يحفظ مصر ان شاء الله ومصر محفوظه باذن الله، لكن ده يعني واقع ولازم نناقشه يعني. محمد عبد الوهاب بشكرك يا محمد على رسائلك. فوفو فيفي بشكرها، هي كاتبه كده فوفو فيفي بشكرها على رسائلها. في بقى شروق ورسائل كتير طبعا، نحاول ان شاء الله قبل نهايه الحلقه نشكر كل اللي تواصلوا معانا. ومن الحلقات اللي جايه ان شاء الله اللي مش هيعرف طبعا يتواصل معانا هنتواصل مع بعض على جروب مالجاني على الفيسبوك برساله او صفحه قناه مصر بلد. مين معانا يا ساجد؟ استاذ رضا من دمنهور، اهلا بيك استاذ رضا. السلام عليكم. عليك السلام وبركاته. لو سمحت استاذ احمد بدوي. اتفضل انت معانا على الهواء، اهلا بيك. لو سمحت استاذ احمد احنا في مشكله عايز اقولها لك، بس يا ريت يعني خاصه ليك خاصه بيا. اتفضل، انت بتكلمنا منين من دمنهور؟ بكلمك من ابو ريش حضرتك. تبع مركز ايه؟
ابو ريش ده مدينه دمنهور حضرتك. مدينه دمنهور. اتفضل يا حبيبي تحت امرك. وطي التلفزيون بس اسمعني من السماعه. ماشي حضرتك. اتفضل. يلا اتفضل عشان معانا اتصالات كتير. ماشي ماشي حضرتك، في مشكله بس عايز ندور المشكله. في ميه، الميه هنا مقطوعه حضرتك من دمنهور حضرتك بقالها 24 ساعه. يا الحاجه اللي بتمليك ولا ايه؟ الو والله هنتواصل مع محافظ البحيره بس نسمع بقى الشكوى منك. كويس ماشي حضرتك. طب المايه حضرتك مقطوعه بقى لها فتره طويله. ماشي. هم مش عارفين، العيال الصغار مش عارفه تشرب. ماشي ماشي حضرتك، ما بقى لها فتره مش عارفه تشرب حضرتك. هي كتير قوي كده. ماشي. منطقه ابو الريش، منطقه ابو دمنهور كلها مقطوعه عن البلد بحالها عامه، والعاصمه مقطوعه البلد يعني بحالها عامه. عن دمنهور مش عارف يقول ايه، مراكز كلها. بشكرك يا رضا من دمنهور، شكرا جزيلا ليك. الواحد مش عارف يقول لك ايه الحقيقه. ان شاء الله هتجد نتيجه رضا. وتابع معانا انت، طبعا ممكن تتواصل معانا على جروب مالجان على الفيسبوك، وان شاء الله هتعرف النتيجه. لان الحمد لله رب العالمين بفضل ربنا سبحانه وتعالى الاستجابه بتكون لبرنامج مالجان لاي شكوى بتكون في ساعتها. يعني الحمد لله رب العالمين. يمكن جالنا اتصال تليفوني لما اتكلمنا على موضوع وزاره الصحه، مكتب وزيرة الصحة الدكتورة مها ربات قالوا هيبعتونا بيان هنذيعه الحلقة اللي جاية، فدي استجابة في التو واللحظة. ان شاء الله تطمنا وتقول لنا في الحلقة اللي جاية ان المية رجعت الى طبيعتها عندكم في دمنهور. الواحد بيأسف الحقيقة يا استاذ رجب لما تبقى الدمنهور دي العاصمة، هي عاصمة محافظة البحيرة، لما المية تكون مقطوعة منها. هم كان عندهم بصراحة محافظ نشيط هو المهندس مختار الحملاوي محافظ البحيرة، لكن واضح ان المحافظ النشيط والكفاءات في هذا التوقيت ما بيستعنوش بيها. من اكفى المحافظين اللي كانوا في محافظه البحيره الحقيقه، كان نشيط جدا وراجل لديه فكر ورؤيه وراجل يعني محليات قديم، ولكن غيروه بمحافظ تاني اعتقد، وانت شايف الحال يعني. مفيش حتى عاصمه المحافظه بقول هو عنده ميه اكيد، او عنده ميه هو شخصيا يبقى عنده ميه، لكن المحافظه عاصمه المحافظه ما بقاش فيها ميه. امال الميه تروح فين؟ القرى اللي فيها ايه بقى؟ يقعدوا اسبوعين ما يشربوش للاسف. الله يزرق. طيب هنرجع لموضوعنا. طب اسباب، انت حضرتك بتؤكد وزي ما ذكرت ان القتل الان، جرائم القتل هي ظاهره، الاسباب ايه؟ حضرتك بتعرض النهارده ثلاث موضوعات كلهم قتل. يعني هي ظاهره بكل المقاييس. مش عايز انا بقول الاسباب، النهارده عندنا اربع اسباب للظاهره ديت. قلنا البعد عن الدين اولا، دي ظاهره رقم واحد بنتكلم عليها، سبب رقم واحد وهو اهم حاجه. بنقول تاني مفيش برضه العامل الامني، ما هوش موجود. يعني البلطجي النهارده لما بيقتل حد مش منتظر انه يتقبض عليه بعد يومين ولا اثنين ولا ثلاثه، ده هو بيهرب وعارف مكانه بيروح فين، ثم يرتكب جريمه اخرى واخرى واخرى. النهارده هو الامن، النهارده لو انه قدر يقبض على الناس ديت مش هيرتكب جريمه ثانيه، ويبقى ريح نفسه كمان الامن. بنقول كمان العامل الاجتماعي برضه، احنا بنقول احنا عندنا مجتمع من الشباب او عدد كبير من الشباب مهمل اسريا، مهمل اجتماعيا، لانه هو اصلا بقول كمان في عامل سبب، وسبب هي الحكومه اللي موجوده النهارده. بقول انها مش مهتمه اصلا بالشعب. اذا كانت الحكومه استقطرت عدد الشعب او جعلته عدد كبير مش قادره تشيله، يجب انها تتنحى. وده برضه انا اشكر اي واحد مسؤول يقف في موقف او موقعه وموقع المسؤوليه ويجد نفسه غير قادر على الاداء المطلوب والواجب، يقول انا بتنحى انا ماشي. صح. مش واحد تاني يشتغل او ما يشتغلش، لكن احنا بنقول النهارده عددنا مش كبير، يبقى نموت عدد منهم عشان العدد يقل، او نسيب الناس ياكلوا في بعضهم عشان العدد يقل. كل ده برضه ما هو ده عبء اذا كانوا هم مسؤولين ويسالوا قدام امام ربنا على ده. يعني هم هيسالوا جميع كل مسؤول هيسالوا امام ربنا على اللي بيحصل في البلد. هم مسؤولين مسؤوليه امام ربنا، مش يعني حتى لو القانون لحد الان ما بيعاقبش المسؤول ولا الوزير ولا المحافظ، ده اللي بقوله. يعني قلت لحضرتك في حلقه سابقه مع حضرتك ان دول لازم يتحاسبوا، ومحاسبه شخصيه. كلهم ما بيتحاسبوش النهارده، ما هيحاسبوا هيحاسبوا امام ربنا ان شاء الله على كل جرائم القتل دي، هم مسؤولين عنها. قال سيدنا عمر لو عثرت دبه في الشام لسالاني الله الله لما لم امهد لها الطريق. النهارده بنقول بقى الفرد الادمي عليه الصلاه والسلام وقف امام الكعبه وقال ما اعظمك، ما اجلك، والله ان دم المسلم عند الله اعظم منك. يعني دم المسلم اعظم من الكعبه عند الله. والنهارده بنقول المسلم بيموت كده، بيموت قدر، بيموت ملوش ديه، بيموت ما حدش بيتسال عليه خلاص. طيب نادين محمد بتقول لك في رساله، طبعا احنا دلوقتي خلاص شغلنا خدمه رساله على جروب مالجان على الفيسبوك، ممكن تتواصلوا معانا باي رساله هنقول على مباشره. نادين محمد بتقول لك استاذ رجب انا عاوز اسال ويا ريت استاذ احمد يرد عليا وحضرتك، لحد امتى هنفضل على الحال ده؟ رضا محمد بشكره.
استاذ سيد المصري بشكره الحقيقه، نور الشمس بشكرهم، سمر رزق. يا ريت يا استاذ رجب نكتب الاسئله. في حد بيسالنا، محمد حسين بيقول قانونا تكييف قانون الجريمه مقتل سته، هي يعني طبعا بتقول مقتل ان سته ماتوا للاسف شديد بسبب الاختناق، كانوا مشغلين مولد كهرباء. نور العين طبعا، ورسائل كتير هنحاول ان شاء الله نتواصل. وزياد والاستاذ زياد بشكره على رسائله. ونديم محمد مره تانية. مين معانا؟ مين معانا يا استاذ حميد؟ حاضر. استاذ حسين من القاهره اهلا بيك. السلام عليكم استاذ يا فندم. اهلا بيك، مساء النور. منور الله بنورك، ربنا يكرمك. ربنا يخلي حضرتك. بقول لحضرتك انا عايز اقول لسعادتك ازاي الداخليه او الـ الاسم اللي تابع للمنطقه الزاويه الحمراء، منطقه الزاويه الحمراء، ازاي يعني جريمه قتل، هي مش يعني يعني مش مش يعني مش سرقه او نصب او جريمه قتل. حضرتك خد بالك الست كانت بتتكلم اللي هي الوالده بتقول لحضرتك انا عايزاهم، انا كنت هتنازل عن القضيه. تمام، انا كنت هتنازل عن القضيه. طبعا من اصل هقول لك حاجه يا استاذ حسين، يعني انت لو رحت لو رحت وشفت اللي احنا شفناه، الست غلبانه جدا، ما لهاش حد غير ربنا سبحانه وتعالى، مفيش حد بيسال عليها هتعمل ايه. انا عايز اقول لحضرتك يا استاذ احمد، انا يعتبر من يعني ايه من الناس ديت، واخد بال حضرتك يا باشا؟ يعني نتشرف بيك. انتوا على فكره احنا احسن الناس وانتوا احسن الناس. الناس دي خد بالك دول هم دول الشرفاء. ربنا يخليك يا فندم. انا عايز اقول لحضرتك ربنا الاعلم الواحد بيعز حضرتك ازاي، ربنا يكرمك، ازاي سعادتك ازاي الشرطه سايبه عيال زي ديت؟ حرام صح. والله قسما باللي خلقني حرام صح، حرام والله يا فندم. ان شاء الله باذن الله احنا عرضنا القضيه دي، الهدف ليس التشهير، واحنا بنعرض عشان الناس تبص وتعيط، لا عشان ان شاء الله يتم القبض على المتهمين والقضيه تكون راي عام باذن الله. المفروض يا فندم يتحركوا دلوقتي، يعني من خلال سعادتك دلوقتي إن شاء الله. ينزلوا دلوقتي ويتحركوا، هم اكيد عارفين مكانهم فين. حرام، حسب الله ونعم الوكيل، لما واحد يحجز والتاني يتوفى حسب الله ونعم الوكيل. قسما بالله انا بنام بدري، انا لما سمعت القضيه بتاعت البرنامج بتاع سعادتك والموضوع شدني الانتباه وقعدت. ده احنا هنتشرف بيك والله. ربنا يخليك يا فندم، ربنا يبارك لنا في سعادتك. لو سمعت انا عايز رقم، انا كنت كلمت حضرتك الاسبوع اللي فات تحت وما لحقتش اخد الرقم من الكنترول عشان انا من شيت ناصر وفي شكوى وعايز اكلم حضرتك. تحت امرك، خد رقم الشخصي تحت امرك من الكنترول دلوقتي، ادوا له رقم الشخصي يا ساجد. طبعا في الرساله، طبعا قبل ما نكمل يا رجب، في محمد عيد ومحمد النجار. محمد النجار من قريه سهرقت، منطقه سهرقت دي محافظه الدقهليه، بيقول هل طبعا مع الرسائل الثانيه، هل في اجراء قانوني في قضيه مصرع السته؟ ده طبعا كذا سؤال على الفيسبوك. هو مصرع السته للاسف الشديد مفيش اجراء قانوني لهم، لانه الاجراء نعمله النهارده ايه؟ لو قلنا ان الخطا هو قطع الكهرباء، بس قطع الكهرباء ده منبت الصله عن القتل او عن الموت، يعني وقعت الموت ديت هم اللي جابوا الموقد، يعني الموقد اللي هم جابوه ده مولد، او المولد ده هو سبب الاختناق، لانه وضع طبيعي ان انت. طب عاوز اسال سؤال بقى. نعم. دلوقتي الكهرباء قطع بقى لها 48 ساعه، دي مسؤوليه مين؟ مسؤوليه وزير الكهرباء. كويس. مسؤوليه القائمين على الكهرباء. تمام. بس دي منبت الصله عن الموت، يعني انا بقول النهارده ايه؟ الكهرباء عندي قطعت، مش لازم اجيب حاجه اكهرب بيها، او اجيب حاجه مولد وانا بشغل مكنه، مثلا مكنه الكهرباء، او مكنه كهربني هي المكنه نفسها اللي شغاله، او اولع نار عشان اتدفى وبعدين يحصل لي اختناق فموت. ده منبت الصله عن مسؤوليه وزير الكهرباء، ملوش سائل النهارده قانونا وزير الكهرباء ولا المسؤول عن الكهرباء او المحافظ او اي حد عن جريمه الموت، الا جريمه مش هنسميها جريمه قتل، لكن هو موت اختناق عادي. نقول لو قلنا خطا مش هنقول خطا على المتوفين رحمهم الله، الله يرحمهم، والعزاء لاسرتهم واسرهم، لكن احنا بنقول النهارده الفعل ده مالوش صله خالص بانه اجراء قانوني، ولا اقدر اقول ان النهارده هحاكم الوزير ولا هحاكم حد على وقعه الموت دي. طيب عدد من الرسائل، رسائل كتيره قوي، يمكن اكتر مش عارف اعدهم، رسائل كتير من اهالي قريه ابطو التابعه لمركز سوق محافظه كفر الشيخ، كلهم بيسالوا على قضيه. هننزل لكم الاعلان دلوقتي في فاصل، يا ريت يا استاذ حميد ننزل بفاصل اعلان كفر الشيخ عشان الناس يطمئنوا ان احنا ما تشدناش او تهددنا من بعض التهديدات اللي جت. ف
فبعد الاتصال ده هنعرض لاهالي كفر الشيخ واهالي تسوق واهالي قريه ابطو بالاخص تفاصيل القضيه اللي هتكون ان شاء الله يوم السبت اللي جاي. مين معانا من اسكندريه؟ استاذ شوقي من اسكندريه، اهلا بيك. اهلا بحضرتك. اتفضل يا فندم. لو سمحت، عربيتي كانت مسروقه بقى شهرين. نعم فندم. حضرتك عربيتي كانت مسروقه من 3 شهور. طب ما ليه ما بعتش رقمها على الجروب؟ يمكن يكون من ضمن العربيات اللي تم العثور عليها عن طريق البرنامج. خلاص ممكن ابعتها لحضرتك. طيب ابعتها على جروب مالجان النهارده، رقم الشاسيه الصحيح ورقم الموتور ورقم العربيه الحقيقي. حضرتك ممكن تاخده مني دلوقتي عشان ما عنديش نت. طيب اديها لهم في الاعداد، تحت امرك. حاضر حاضر. ماشي. ما تقفلش بس السكه وخليك مع ساجد. ناس بسيطه، ما حدش يستغرب، ناس كتير ما عندهمش نت. سؤال برضو. اتفضل. كان في سؤال اخت من الاخوات اللي بتقول ايه، الى متى نظل في النظام اللي احنا فيه ده؟ تمام. ده بنقول بقى بنخرج منه عشان نكمل برضو الموضوع، ونقول ايه بقى، ايه علاج الظاهره ديت؟ احنا قلنا الظاهره انها ظاهره، وقلنا الاسباب بتاعتها، ايه بقى العلاج بتاعها؟ ما احنا عايزين علاج عشان ما نفضلش فعلا في الهم ده على طول، عشان نصحى كل يوم على جرائم قتل قتل قتل. اللي حضرتك بتعرضه جزء يعني نذر يسير من العدد، العدد كله حضرتك مش هتلف في محافظات مصر كلها، وحضرتك مشكور انك بتلف للناس الغلابه. مش عاوز اقول الاختيارات اللي بتجي لي يوميا قد ايه، بس عشان الناس ما تخافش. ما انا بقول ايوه، انا بقول لو العدد الموجود ده حضرتك بتجيب نازل يسير على قد ما تستطيع وقدرتك انك انت تجيب العدد ده او الناس الغلابه فيه، لكن في عدد كبير جدا ما بيجيش ومحدش بيشوفه ومحدش بيطلع عليه ولا يعرف عدده، وبتطلع احصائيه حتى من وزاره الداخليه تقول عدد القتلى يوميا. عدد يخوف الناس. صحيح. النهارده عايزين علاج بقى للظاهره دي، مش معقول احنا هنسيبها كده ونعالج. احنا قلنا علاجها لها برضو 4 عناصر من العلاج او 4 طرق للعلاج. لازم كلها تبقى متكامله، الطرق دي لازم تتكامل كلها. في علاج اجتماعي، احنا عندنا برضو نشء مهمل، الاسره مهمله، الاسره برضو انشغل الاب وانشغلت الام في الكسب عشان يقدروا يوفوا طلبات اولادهم وطلبات الاسره. وطلبات الحياه كمان يا زوجها بزادت، هي زادت، وهم كمان راحوا يجيبوها فتركوا النشء. فهذا الاهمال ادى لان الشباب النهارده بقى يعني يتعرف على اصدقاء سوء، يمشوا في طرق غريبه، ينحرفوا، وبرضه الاسره ما تعرفش. ده برضه لازم الاسره توقف عند دورها وتقول ايوه، وعدد الافراد الكتير بنقول ان ده امر بيضر الاسره، لان ده ما بيقدرش يطلع على 7 8 عيال ولا 3 4 عيال. اللي عنده 3 4 عيال النهارده المفروض ان هو همهم كتير، ما يقدرش يتحمله لوحده. فالاسره لازم تقوم بدورها حتى وان تتكامل الامور، لان برضه بقول ايه، مش هقول المسؤوليه كلها بس على المسؤولين او الحكومه، ولا المسؤوليه بس على الاسره ولا على المدرسه. انا بقول كل الناس ديت لازم، كل هذه الامور لازم تجتمع حتى وان نطلع بمنتج كويس نقول النهارده ايوه الظاهره ديت اختفت. ففي علاج تشريعي يجب انه يبقى موجود، وكان ده كنت انا بتمنى انه يبقى موجود على طول بمجرد ما اي سلطه مسكت او سلطه السابقه. نتمنى بقى مجلس الشعب القادم او مجلس النواب القادم، السلطه الموجوده ما تستطيع ان تصدر قوانين. يا استاذ احمد احنا عايزين نقول ايه؟ لازم يبقى القرار المناسب في الوقت المناسب. صحيح. لو القرار المناسب ووقته مش مناسب ما ينفعش. انا ما عنديش مانع الان ان المستشار عدلي منصور وهو رئيس محكمه دستوريه، يعني اعلى محكمه في مصر او المحكمه الوحيده في مصر، بقول النهارده يقدر يصدر اي قانون، له السلطه انه يصدر اي قانون الان، مش منتظر مجلس الشعب. عاوزين القانون اللي فعلا محتاج هذا التوقيت البلطجه. اي من انا ولا حضرتك، لو كنت بقول لو السلطه السابقه اللي هي مسلفه الرئيس السابق او الرئيس الحالي كان اول قوانين عايزه تصدر، النهارده بقول النهارده ما اقدرش اقول سرقه باقرارها حضرتك، ان انا اقدر اقول عليها جريمه يحاسب فيها الراجل. انا كنت عايز مرسوم بقانون يصدر من الرئيس مرسي او يصدر من الرئيس عدلي منصور اول ما جه يقول على طول كده جريمه السرقه باقرار عقوبتها الاعدام. مفيش ولا رئيس، لا مبارك ولا مرسي ولا اي حد لحد دلوقتي. لو قال عقوبتها الاعدام كانت هتقل العدد ده شويه. للاسف الشديد. فده علاج تشريعي لازم يتعمل النهارده، ونلحق نجيب بيه بعض، نلملم بيه بعض امورنا عشان نقدر نقف على رجلينا، لانه بدون الامن وبدون انضباط الشارع الاقتصاد مش هيرجع. صحيح. ولا السياحه هترجع زي ما هم عمالين يقولوا ويعيدوا هذا الكلام كله. فيبقى عندنا علاج تشريعي وعلاج اجتماعي وعلاج امني بقى، اللي هي وزاره الداخليه او وزير الداخليه بشكل شخصي لازم يقول اللي ماده ابني، اللي ماده اخويا. لو انه حضرتك بتتغير الالسنه في الحديث، لو انت بتسال واحد اخوه اللي قاتل تلاقي كلامه متعاطف قوي مع اخوه، طب لو اخوه اللي مات ليه متعاطف قوي مع القتل وعايز ده طبيعي. عايز المتهم يجي عشان يقتله ده طبيعي، وده عايز المتهم ما حدش يجيبه ويسيبه وياخد براءه ويروح لانه هو اللي ما عملش حاجه. متخيل؟ لكن هو النهارده بقول لو العلاج الامني ده بقت موجود، يعني قبضه الداخليه عادت وبالقانون، مش على القبضه الداخليه تيجي برضه بايه، لا احنا ترجع تعود بكل قوتها، بكل قوتها مع المجرم، حتى وان انا وانا ماشي وانا مانيش مجرم اقول انا ايوه فعلا ده اتعامل مع المجرم لكن انا مانيش مجرم. طيب. سيبوني النقطه دي، في كلام كتير عليها وفي اسئله
حول هذه النقطة عبر جروب مال الجاني على الفيسبوك، هنستكملها مع حضرتك يا استاذ رجب بعد هذا الفاصل. هنشوف البرومو الخاص بقضية قرية ابطو محافظة كفر الشيخ مركز دسوق. انا بركز قوي يا جماعة لان بعض الناس باعتين على الجروب بيقولوا يعني انتوا تهددتوا ولا ايه؟ مش يا جماعة خلاص الموضوع منتهي، القضية ان شاء الله ان احيانا ربنا يوم السبت القادم. هنشوف البرومو ونرجع تاني. تفاصيل الجريمة التي هزت محافظة كفر الشيخ. الزوجة التي قتلت زوجها بمساعدة عشيقها بقرية ابتو مركز دسوق، المتهمة خططت بتفكير شيطاني للتخلص من الزوج المخدوع، والعشيق نفذ الخطة بإتقان. لم تراعي أي اعتبارات لأطفالها محمد وزياد، أوهمت زوجها بأنه مسحور ولا بد من التوجه إلى المقابر ليلا لإبطال السحر، وهناك كان قدره. أطلق العشيق عليه النار بعد الاتفاق مع الزوجة. دي المقابر اللي تم قتله واستدراج المجني عليه فيها بكل وحشية، وحاجة صعبة جدا يا جماعة. بصراحة موت زلم زي موت طابور. الجميع في حالة ذهول من هول الكارثة التي شهدتها المنطقة لأول مرة. كل هذا وأكثر تشاهدوه حصريا في برنامج من الجاني مع الكاتب الصحفي أحمد بدوي، السبت في 9 مساء. انتظرونا. طيب أهالي إبتو محافظة كفر الشيخ مركز دسوق، أعتقد كده الدنيا هديت بالنسبة لكم ولا يا زرجب؟ تمام يعني ما لو عارف شخصية الأستاذ أحمد يبقوا يطمنوا خالص يحطوا مضمون. لا لا الحمد لله، هم والله هم ناس غلابة وناس محترمين جدا. ويمكن لما نزلت هذه القرية حسيت إن أنا في وسط أهالي قريتي وأهالي بلد ناس يعني. مش معنى كده يا جماعة إن قرية إبتو عشان حصل فيها حادثة يبقى قرية، لا طبعا قرية ممتازة جدا وقرية محترمة، لكن نقدر نقول دي حالة فردية لما يكون سيدة ولا واحدة تجردت من كل المشاعر وقتلت زوجها بهذه الطريقة، فدي بتبقى حالة فردية يعني. طيب نرجع أستاذ رجب وبعدين هنكمل يا أستاذ حميد حضرة التليفونات بعد النقطة اللي هي الخاصة اللي أثرها الأستاذ رجب. اتفضل يا فندم وبعدين أقول لك الرسائل. يعني كنا بنتكلم على التنازل حضرتك، التنازل اللي كانوا بيتكلموا هم على التنازل القائم على التهديد منهم. تمام. بنقول في الجنايات عامة التنازل، بنقول هنا بقى ايه، في حقوق للمجتمع اللي هي بتمثلها النيابة العامة. كويس. وبتقدم المتهمين للمحاكمة وفقا لمسؤوليتها. ماشي. أما بالنسبة نقول بقى ايه، في دور هنا للمجني عليه أو ورثة المجني عليه لو كان المجني عليه هو اللي توفى. المجني عليه دول أو الورثة المجني عليه ما لهمش في دعوة أو في الجنايات سوى الحق المدني، أنهم يطالبوا يعني ده بيقولوا النهارده بيتنازلوا عن حقهم المدني، اللي هو حقهم متمسك في حقهم في التعويض، ده اللي يقدروا يتنازلوا عليه، إنما ما يقدروش يتنازلوا في الجريمة، يعني إيه في غرام الجنح أو غرام الأموال اللي هي في الجنح دايما، بيقولوا التنازل المجني عليه بي 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 بيدي النهارده انقضاء في دعوة جنائية بتصالح على إنه بينهي الموضوع. هي استحالة طبعا أسرة المجني عليه يتنازلوا أصلا. يعني هم حتى لو فكروا يتنازلوا هذا التنازل لن يخدم المتهمين، لأنه بالنهاية المحكمة مش هتاخد بيه أي حاجة. مش هتستطيع إنها تاخد بيه ولا هتؤثر على حكمها، يعني المجني عليهم بيتنازلوا براحتهم، لكن هي المحكمة في النهاية هتقدر نقول بقى في هنا إيه خصم آخر، وهي النيابة العامة اللي بتطالب تطبيق القانون اللي هو حق المجتمع اللي بتمثله النيابة العامة. تمام. طيب استاذ رجب بشكر عمرو فتحي على رسائله، بيقول الكهرباء برضو بتقطع في مدينه اها. عمرو الحقيقه بعت رسائل كتير، بشكرك عمرو فتحي وتحياتي لكل اهالي اها. نرجع الناس برضو ما زالوا بيتساءلوا على عدم القبض على المتهمين حتى الان. ايه الاجراء اللي كانوا ممكن ياخدوه؟ القضيه حدثت منذ فتره وحتى الان ما تمش القبض على الجناء. ايه الاجراء اللي كان المفروض ياخدوه اسره المجني عليه؟ او اسره المجني عليه، لو ان احنا هنقول اسره المجني عليه دي لازم هي تتحرك وتروح عند وزير الداخليه، عند مكان وزير الداخليه، هو حد هيقابلهم يا زلمه يقفوا يناموا قدام العربيه بتاعته. وانا اقول النهارده هو التحرك الرسمي الان هو التحرك البدني، بس احنا النهارده بقى خلاص احنا نعفيهم واحنا نتحرك لهم. ما احنا يعني خلاص بقى هم ما يتحركوش، احنا بنقول لهم على الهواء اهو ما يتحركوش، خلاص احنا اللي هنتحرك لهم، وبدانا نتحرك لهم من النهارده الحمد لله يعني. وانا برضو من خلال البرنامج بعرض مساعدتي لهم في اي وقت، وانا ياخدوا التليفون بتاعي وانا موجود لو هم اذا كانت ظروفهم لا تسمح بوكاله محامي او توكيل محامي. انا مستعد للتبرع للوقوف بجوارهم حتى وانهم ياخدوا حقهم. الغلابه دول لازم يبقى لهم حد ياخد حقهم. واحنا احنا كلنا كده، ما كل ده قدر ممكن ينتقل الي لحضرتك لاي حد، فاحنا كلنا في الهم سواء. صحيح.
طيب يا استاذ ياسر من المحله اهلا بيك، ومعلش كنا طولنا على بعض المتصلين. استاذ ياسر من المحله اهلا بيك. اهلا بيك يا فندم. اتفضل يا فندم. اتفضل يا استاذ ياسر، انت معانا على الهواء والتلفزيون بس. ايوه يا استاذ احمد. اتفضل اهلا بيك. والله يا استاذ احمد انا مع الاستاذ رجب في حته تعديل القانون بتاع البلطجيه. صحيح. يجب تعديل القانون من يتعاطى البرشام، لان او المخدرات او يستطيع عن طريق المخدرات ان هو يقتل لا عقوبته اعدام. من يعمل سلاح او يتعامل بنظام السطو المسلح ده المفروض اعدام. صحيح. فياريت يعني ياريت حضرتك تتابع الموضوع ده من جهه المسؤولين، لان الناس في الوزاره الحمراء دول انا من المحله صحيح وعشرت ناس كتير قوي من القاهره لفتره طويله بحكم شغلي في القاهره. والله والله انا ما شفت اسوأ من ايام الايام اللي احنا عايشينها دي. صح. ليه؟ ايام صعبه. انعدم فينا الاخلاق وانعدم فينا الرحمه. ايام صعبه والله فعلا. يجب يا ريت والله والله يتعدل القانون رحمه وتأديب لكل شاب او كل بلطجي بيتعامل بالقتل. صح. احنا فين؟ احنا مسلمين. فين الاسلام؟ فين الدين؟ انا بشكر استاذ رجب وبشكرك يا استاذ احمد على الانطباع الطيب. شكرا جدا، ربنا يخليك. العالم المشرع يسمعنا. الله يبارك فيك. شكرا جدا يا استاذ ياسر من المحله وسعداء باتصالك ده والله. فعلا يا جماعه عشان كده بحب اخد صلاة كتير قوي، يمكن بقول الاستاذ عبد الحميد المتصلين كتير بحاول اخد منهم على قد ما اقدر، وارجو ان اللي ما بقدرش اخدهم في باقي الاتصالات يقبلوا اعتذاري. الاستاذ ياسر اراءه بسم الله ما شاء الله مستنيره كتير قوي، كان في استاذ رضا، كان في البعض بنستفيد من ارائهم الحقيقه، بشكرك يعني. طب استاذ رجب ده سؤال على جروب مجاني على الفيسبوك، جنى بتسال بتقول اذا تناول المتهم او البلطجي براشيم مخدره وارتكب الجريمه وتم القبض عليه بعد ذلك، هل اثناء الحكم عليه بيراعى ان هو بيبقى مبرشم ومش داري بنفسه؟ ما هو اذا تناول ده بشكل عمدي، يعني هو متناوله عشان يعمله ده. ما نقول ايه عشان برضه بايه حكمنا على الامور بشكل، لان احنا بنقول مش هنقدر نعرف ده تناولها بشكل عمدي او بشكل غير عمدي. لو تناول البرشام او تناول المخدر بشكل عمدي ما عبقش بالنتائج اللي يعملها، هو مسؤول عن كل النتائج اللي تتحقق. انما لو انا بقول هنا في حالات التناول المخدر بيبقى بشكل عمدي، يعني حد قدمه ليا في كوبايه فانا شربته وعملت مثلا جريمه. انا بقول النهارده هذا التناول لم يكن عمدي بالنسبه لي عشان يحدث اثر بيه. فالقانون هنا عافاني من ان انا ابقى مسؤول عن النتائج اللي انا عملتها، لان انا ما كنتش اقصد اعملها، لان هنا بيعدم فيا الاراده واعدمت فيا الاراده دون اراده مني. فانا النهارده مش مسؤول. هو نقول احنا ما بنحاسبش المجنون ليه؟ ما بنحاسبوش لان هو ارادته مش موجوده، منعدمه فيه الاراده. فلو انا اخدت حد اداني كوبايه فيها مخدر فانا اتخدرت فارتكبت جريمه، واقول النهارده لو انا تحت تاثير المخدر ده واثبتت ان انا مش انا اللي تناولته شخصيا عن عمد مني، بقول لا انا مش مسؤول. لكن لما تناوله انا عن عمد ثم تحدث الجريمه فانا مسؤول عن كل النتائج. بس هم كل البلطجيه او كل المسجلين اللي بيرتكبوا الجرائم بيكونوا متناولين براشيم مخدره، هو خد على كده. في مسجل مثلا ما يقدرش يقعد يوم غير من غير ما ياخد ابتريل او غيره او غيره او غيره. هو هنا بنقول مسؤول عن النتائج، يعني نقدرش نقول بقى النهارده ايه هو عنده عذر مخفف ولا عنده عذر معفي من العقوبه، ما عندناش دي، لا يسمح بيها هنا، لانه هو تناول المخدر عن عمد منه، سواء بقى هو بيعتبره هو حاجه خاصه بيه هو او حاجه بتريحه هو او حاجه بتعدل مزاجه زي ما هو بيقولوا، لكن ده شيء له خاص به هو، يتناوله لذاته ويقعد في بيته ويقفل على نفسه عشان ما يعملش جرايم. انما يتناوله ويخرج يعمل جرايم نقول لا تعالى اتحاسب عن كله، ما عندكش اي اعذار حتى لو. انما لو ولا واحد بنقول مجنون ده هذا الجنون امر معفي من المسؤوليه، ما اقدرش احاسبه. لكن هو تناول مخدر او تناول برشام او تناول اي ماده تؤدي به الى تغير شعوره وتغير مزاجه العام لدرجه انه يبقى عنيف او يتعامل بشكل عنيف مع حد يؤدي الى جريمه، بقول له انت مسؤول عن كل جرائم لانك انت اتيت الفعل عن علم واراده. تمام. استاذه نسمه من المنوفيه، وللاسف شديد ده هيكون اخر اتصال معايا. انا عارف كل المتصلين الكتير جدا، الاستاذ محمد بيقول لي اتصالات كتيره، ولكن هاخد نسمه اخر اتصال من المنوفيه، نختم بالمنوفيه. اهلا بيك يا نسمه، اتفضلي. السلام عليكم. عليك الصلاه وبركاته. استاذ احمد معايا؟ اتفضلي حضرتك معانا على الهواء، اهلا بيك. حضرتك انا كنت عايزه اتكلم بخصوص ان في عندنا موضوع جريمه قتل عندنا في المنوفيه. انت بتكلميني منين؟ من المنوفيه. مدينه اوسنا.
وسنا، ده وسنا دي جنبنا. طيب جريمه القتل اللي هي الاخيره، اصل في جريمتين، انهي فيهم يا نسمه؟ ايه؟ اللي هي الجريمه انهيهم فيهم؟ بتاعت اسطنها ولا ايه يا نسمه؟ ايوه سامعاك. بقول لك جريمه القتل اللي هي خاصه باسطنها ولا غيرها؟ لا دي خاصه بمشكله ارض وكده. اتقتل فيها حد يعني؟ طيب ما تقفليش يا نسمه وسيبي رقم تليفونك في الكنترول. ساجد خد رقم تليفونه عشان عندنا فعلا تفاصيل هذه الجريمه. استاذ رجب طبعا انا سعدت بيك النهارده ونورتنا، وبنشكرك على ارائك الحقيقه، وان شاء الله تكون معانا بصفه دائمه في برنامج مال جان ان شاء الله على شاشه مصر. ليا رجاء اخير بقى قبل ما نختم يعني. اتفضل. اللي هو برضه ممتد من اهمال وزاره الصحه. اتفضل. او ان وزاره الصحه بقت تتعبق للاسف بالمصابين او الناس المرضى. استاذ رجب انا عاوز اسالك سؤال، ينفع تجيب دكتور التغذيه تمسك وزيره الصحه؟ ما هو ده من الخلل اللي احنا اين الفكر واين الرؤيه؟ انت عندك اساتذه، عندك اساتذه، عندك اعضاء هيئه تدريس، جيب لي استاذ من جامعه عين شمس، استاذ كبير عضو هيئه تدريس، استاذ بطنه وكبد وجهاز هضمي، استاذ قلب واوعيه دمويه، اساتذه كبار يعرفوا، انما انت جيب لي دكتور تغذيه. مع احترام انا ما بغلطش في شخصها زي ما البعض قال في مكتبها، او الشخص اللي في مكتبها اتصل بينا ما بغلطش في شخصها، ولكن انا بقول على فكر ورؤيه. هي ما هي الا القصه، هي صديقه زوجة الدكتور حازم البيبلاوي. انا ظل في هذا والا قدمت مؤهلاتها، والا كانت قدمت لنا مؤهلات تقول نقدر نحترم حتى عملها وفكرها. استاذ رجب الوضع الصحي في مصر بيسيء يوم عن يوم. تمام. ده احنا ده الناس بتمرض، الناس بتاخد الاشياء اللي تمرضها، يعني الدوله في سياستها الان بتمرض الناس ومش لاقيه تعالجهم، يبقى لا طب عايزها مش لاقيين علاج. احنا لدرجه ان احنا في مياي قصت عدد برضه الفشل الكلوي، مع ان مياي من المناطق الكبيره جدا ما شاء الله يعني. احنا حضرتك اضطرينا، وده اضطرار بقى، بنقول احنا لازم نشارك احنا كمان. عملنا مستشفى خيري بقى اهلي عشان نعمل مستشفى غسيل كلوي عشان نقدر نلم الناس اللي بيخرجوا بره اللي مش لاقيين، في عندنا ناس مش لاقيين عربيات، كمان عربيات ننزل نصورها وندعم طبعا. ماشي مشكله حضرتك، دول دي موجوده دلوقتي، بنينا المبنى وعملناه وجهزناه، لكن احنا غير قادرين على تكلفه الوحده، الوحدات نفسها بارقام خياليه، مش لاقيين. لكن احنا بنقول ايه، ده جزء من مجهودنا احنا عشان الناس المرضى بتوعنا، يعني الناس المرضى بتوعنا صحيح. بيروحوا بقى في ناس مش لاقيه اجره العربيه، يعني ليش اجره العربيه اللي توديه بقى يغسل، ولا توديه الخنكه، ولا توديه اي مستشفى ثاني. احنا بنقول لا، ننزل نزوره طبعا ونصوره وندعم. يا ريت تشرفونا والله، الامور كده حتى تبان شويه ان احنا عايزين نعمل حاجه نساعد بيها الناس، هو يخدم المنطقه والمناطق المجاوره كلها الحقيقه يعني. ان شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا ليك استاذ رجب، وبالتوفيق ان شاء الله. وانا شفت يمكن الاستاذ صلاح محمد بشكره، الاستاذ فرج والمجموعه عاملين فعلا دعم لهذا الموضوع على منتدى شباب المياه اعتقد. بشكرك استاذ رجب. اعزائي المشاهدين، يوم السبت القادم الجريمه التي هزت محافظه كفر الشيخ بالكامل ومركز السوء التي حدثت في قريه ابتو، دي هتكون قضيتنا الرئيسيه يوم السبت القادم 9 مساء بتوقيت القاهره 10 بتوقيت مكه المكرمه. اعاده هذه القضيه او حلقه النهارده ان شاء الله هتكون بكره الساعه 12 الظهر. بشكركم اعزائي المشاهدين، وخالص تحياتي لكم جميعا، وكل المتصلين اللي كانوا معايا ما يزعلوش مني، ان شاء الله يتواصلوا معايا يوم السبت، وتصبحوا على خير.